السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النهار وحلقة جديدة من نمبر 1 معاكم، علشان أكيد هنتكلم في كل الأحداث الكروية المحلية والعالمية. فقرتين حواريتين، الفقرة الحوارية الأولى مع الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم الكرة المصرية ونجم نادي الزمالك وهدافه، والفقرة الحوارية الثانية هي فقرة الصحافة الرياضية، هنتكلم وننقد فيها كل الأحداث اللي بتدور في الكرة المصرية في الوقت الحالي. الناقد الرياضي محمد عراقي، الناقد الرياضي علي نصير هيكونوا موجودين معنا في الفقرة الحوارية الثانية. لكن كالعادة قبل ما نروح للضيوف اللي موجودين معنا، هناخد أهم الأخبار اللي موجودة على الساحة الرياضية. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني هنبدأ معاكم في موضوع مهم لسه مكملينه مع حضراتكم، والحمد لله بننفرد دايما بالمستندات وبننفرد دايما علشان تشوفوا وتسمعوا، مش بس تسمعوا الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم، لا كمان تشوفوا. وبالتالي موضوع رمضان صبحي هو الشغل الشاغل في الكرة المصرية في آخر أيام الكرة، والدوري شغال والتشامبيونز ليج شغال، لكن رمضان صبحي لسه الموضوع شغال وليه توابع. يمكن بعد ما اتكلمنا وفجرنا القضية المهمة جدا في الورق واللي ليها علاقة بنادي الزمالك وخطابات النادي الاهلي واتفاق الطرفين الاهلي وهدرسفيلد، اعتقد ان لسه الموضوع مستمر من حيث ان احنا شفنا وبدأنا نشوف ونسمع ان البعض بيقول ان النادي الاهلي اتأخر في التفاوض مع رمضان صبحي. يمكن الخطابات المرسلة إلى نادي هدرسفيلد اللي احنا عرضناها لحضراتكم يوم الخميس كانت بتواريخ 7/8 الشهر الحالي، وبالتالي لما احنا هنعرض لحضراتكم دلوقتي هنلاقي قدامكم على الصورة، وانا هقرأ لحضراتكم دلوقتي اللي مكتوب. الجواب اللي قدامكم ده جواب مرسل من النادي الأهلي بتاريخ 6/5/2020 مكتوب فيه إلى من يهمه الأمر، و مكتوب فيه بسبب الوضع الحالي، بسبب الوضع في العالم كله، بسبب الكورونا كوفيد-19 اللي بيؤثر على كرة القدم في العالم كله، احنا دلوقتي بنعرف حضراتكم ان احنا او بنقول لكم ان احنا عايزين نمد اعارة رمضان صبحي لموسم 2019-2020، وده طلب منا رسمي بسبب او في حالة استمرار الدوري المصري. بنؤكد لحضراتكم او بنقول لكم ان احنا عايزين نمد العرض او نمد الفتره اللي رمضان هيكون فيها موجود معانا علشان يكون مش يشارك في دوري ابطال افريقيا او يشارك في الدوري المصري. هنا امير توفيق بعت الخطاب يوم 6/5/2020، ومن هنا نقدر نقول ان النادي الاهلي ابدا ما قصرش في اي حاجه ليها علاقه باللاعب، وان فعلا كل ما يقال عن ان الجواب او ان النادي الاهلي بعت من بدري، الكلام ده كله فعلا صحيح، وعرضنا لحضراتكم دلوقتي ما يفيد بالكلام ده علشان نبين بس ايه اللي حصل في ظل ان الكورونا كانت متوقفة. لكن زي ما بقول لحضراتكم مرة تانية، الملف كان موجود مع امير توفيق من اول ما الكورونا بدأت، او من احداث الكورونا بدأت تبتدي، وهو اخذ الخطوات سريعا، بعت الخطاب عشان يأمن نفسه. لكن الرفض جه من هدرسفيلد. هتقولوا لي ليه الرد ما جاش بنعم وكان الاهلي خلص؟ هقول لحضراتكم عشان لما امير بعت الجواب ده لهدرسفيلد بسبب الاوضاع اللي كان بيمر بيها العالم، اعتقد ان هدرسفيلد رد هو كمان وقال انا مش موافق على اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دلوقتي، ونأجل الكلام ده لبعدين. وده اللي حصل بعد كده، الاهلي بعت 3 جوابات علشان يشتري رمضان وعلشان يمد الاعاره، وبكده بيترفع كل اللوم اللي موجود على النادي الاهلي، وبيترفع اللوم اللي موجود عن لجنه التعاقدات في اي تقصير تجاه اللاعب رمضان صبحي. ومن هنا اللاعب هو اللي كان ليه رغبه 100% للانتقال الى نادي بيراميدز. هنكمل معاكم طبعا الاخبار، ومن النادي الاهلي وهدرسفيلد الى بيراميدز وهدرسفيلد. النهارده بيتم رفض رسميا اول عرض اتبعت لنادي هدرسفيلد من جانب نادي بيراميدز بمبلغ مقابل 3,250,000 استرليني، تقريبا بنفس القيمه اللي الاهلي بعتها لنادي هدرسفيلد.
علشان يتعاقد بيها مع اللاعب، لكن هدرسفيلد وافق على القيمة اللي الأهلي بعتها بسبب الأولوية والأفضلية في أن الأهلي أخذ رمضان سنتين إعارة، دفع له مرتبه بجانب مبلغ الإعارة، وبالتالي هدرسفيلد احتراما للنادي الأهلي كان حاطط الأهلي هو أفضلية أولى بالنسبة لكل العروض اللي ممكن تجيله بنفس الثمن. لكن نادي بيراميدز هيدفع ال 350 كاش كلهم، لكن هدرسفيلد رفض العرض، وبالتالي نادي بيراميدز بيحضر عرض تاني علشان يبعده، او نادي بيراميدز بيحضر عرض تاني علشان يبعده نادي هدرسفيلد، وانا اعتقد انه هيكون بمبلغ 4 مليون جنيه استرليني. ماشي، هنروح لمداخلة مهمة جدا جدا عن طريق سكايب مع واحد من المدربين الهولنديين المميزين اللي كانوا موجودين مع النادي الأهلي في الوقت السابق، وهو جو بونفرير المدير الفني. هنسترجع معاه ذكرياته، هنسترجع معاه أهم المشوار أو المشاوير اللي عملها هنا في النادي الأهلي أو الكرة المصرية، وكمان عندنا نقاط مهمة جدا جدا هنعرف رأيه فيها. هنروح له دلوقتي مع مستر بونفرير. مستر بونفرير، يعني welcome on the Nahar channel. It's a great pleasure to having you. Hi, good evening, Egypt. Good evening, all Ahly spectators. Nice to talk to you after so many times. Thank you so much. At the beginning, I will translate to the audience, Mr. Bonfrère, and after that, I will be back to you. طبعا في البداية طبعا رحبت بيه زي ما حضراتكم سمعتم، وهو بيرحب بكل الناس اللي موجودين وبالأخص الجمهور الأهلاوي. Mr. Bonfrère, of course, you had a great memories with the Egyptian football, with the Ahly fans. I want to know the best points or the best memories with you and with the Ahly fans or with the Ahly players also. I have a big memory with the Al Ahly spectators, especially when we have a away game or a home game, and the next first training, then we come to the pitch for training, and then all the spectators, they are clapping for all the players who came from one by one to the training pitch. That was a very nice support for our spectators to our players. في البداية سألته طبعا عن the games in Al Ahly Stadium were very very exciting. سألته على يعني أهم الذكريات اللي كانت مع جمهور الأهلي أو مع لعيب النادي الأهلي، رد وقال لي يمكن جمهور الأهلي له ذكريات عظيمة معاه من أول يوم كنت موجود فيه في التدريبات لحد المباريات، المباراة اللي موجودة على ملعبنا واللي بره ملعبنا يمكن الجمهور كان مؤازر فيها بشكل كبير، كمان في التدريبات لما اللعيبة كانت موجودة في الملعب الجمهور بينده عليهم اسم باسم أو واحد بواحد، فدي بالنسبة له طبعا لحظات عظيمة جدا لا يمكن ينساها. Mr. Bonfrère, of course you remember the most hard game that الأهلي lost the Egyptian League against MP. Of course it was a very hard game. How did you think this game was, or what was the reasons of Al Ahly causes the team to lose the title for Al Zamalek? I think that our players were thinking that we have been already the champion from Egypt, because everything went so well in the whole league. We won games with many goals. We score goals. We take points. We are the number one. And we are leading, and they were thinking, hey, nothing can happen again to us. So the concentration went down a little bit, and that's why we have not won that game against MB. سألته على مباراة MB، يمكن المباراة اللي الأهلي خسر فيها الدوري، قال لي إن يعني قلت له إيه الأسباب اللي خلت الدوري يروح من الأهلي لنادي الزمالك في مباراة MB الشهيرة، قال لي يمكن إحنا كنا ماشيين في الدوري بشكل كويس جدا. كنا ماشيين المركز الاول، كنا بنجيب اهداف على طول، كنا متصدرين، كنا بنقدم اداء كويس، لكن في مباراه انبي التركيز يمكن هبط مره واحده، وبالتالي المباراه ما كانتش رايحه في السيناريو اللي كان بيتوقعه، والاهلي خسر المباراه. مستر بونفرير، I want to take you to the very important point here. The Egyptian press, the Egyptian news, the Egyptian sports news in general, they spoke about that you spoke to the press one day and you said that Al Ahly lost this season and this title because of governmental orders. And this is a very important issue. I want you to clarify it. No, I said to the people on that news that if Ahly have lost the game because there are a very high power from
our God, Allah, yeah, that he say, Al Ahly may not be the champion this year. And if Allah said something like this, you can fight and run like you want to do. But if a higher power is coming to you and say you may not be champion, you will not be the champion. That has happened with Al Ahly. I think, Mr. Bonfrere, the people took the word high power of God to a high power of a governmental orders. I think it was being, there is a big misunderstanding between your talks or your speech with them and with the translating from English to Arabic. I think this. Yeah, it's maybe because we have worked very hard. We are almost the champion, but on the last games, high power in the God of Allah, he said, Al Ahly may not be the champion this year. We give it to Zamalek. That is the high power from Allah. When he decides that, nobody can do anything. And that has happened with us in Al Ahly. Okay. عايزكم يا جماعة بس تركزوا كده معايا كويس قوي 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 في الكلمتين اللي هشرح حضراتكم اللي قالهم مستر بونفرير. مستر بونفرير قال أو أنا سألته وقلت له تعرضت لهجوم شديد جدا جدا من الجماهير أو من النجوم اللي كانت بتعلق واللي كانت موجودة في الماتش ده، إن تصريحاتك اتخذت واتقالت إنك قلت الأهلي خسر المباراة دي لأسباب سياسية. فهو قال لي أنا قلت إن إحنا خسرنا المباراة بكلمة هاي باور. هاي باور يعني لو حد ترجمها هيلاقي فعلا ان هي بسبب سلطات اعلى او نفوذ اعلى، بس هو الراجل بيقول هاي باور فروم جاد، يعني بمشيئه الهيه الاهلي خسر الدوري، ولو فضلنا نلعب لحد السنه اللي جايه يعني بالبلدي كده باللغه بتاعتنا الاهلي ما كانش هيفوز بالمباراه، فربنا كان عنده مشيئه ان الاهلي ما يكسبش وان الدوري يروح لنادي الزمالك. فانا عشان كده قلت له في الجملة اللي بعتيها قلت له أنا أعتقد أن كلمة هاي باور اتخذت بشكل مختلف وترجمت من إنجليش لعربي أن هي فعلا لنفوذ وسلطات. لو دخلنا على جوجل ترانسليتر كده وحطينا أن الموضوع هاي باور هنلاقي فعلا نفوذ أو سلطة أعلى، لكن جد هاي باور أعتقد أن هي مشيئة أو قدرة إلهية على عدم فوز الأهلي باللقب. مستر بونفرير، after the game I think you were very angry and of course you were very sad. I want to know who you were blaming from your players, who was not expecting the performance of him as a player and you as a head coach. It's in the life, yeah, that you have sometimes disappointing, but you can work very hard, you can play very good, but isn't sport and isn't life if somebody decides from upstairs, yeah, that this is my decision, what can you do? What can you do? You can be sad, you can be angry, but he have decided, yeah, your Lord. But Mr. Bonfrer, you were not upset from anyone, from the players. You were happy from all the players, or you have different point of view? No, all the players are working very hard. And sometimes the player is unlucky that day, yeah. But you cannot blame the player. It's unlucky in the game. That can happen. That is normally. That is normally that the player cannot play every game for 100%. Yes. Yeah. Yes. And yes. And then you can shout and yell and not be happy, but it is finished. So you have to be sorry to the player and say, okay, next game much better. سألته على الأسباب، هل حضرتك كنت متضايق، كنت متعصب بعد المباراة، هل لومت اللعيبة، هل كان في بعض من اللعيبة تحملوا من مسؤولية خسارة المباراة؟ قال لي يمكن المشيئة الإلهية هي اللي بتقرر كل شيء، لكن أنا كمدير فني أنا اللعيبة عملت اللي عليها، ما حدش أبدا قصر، كل واحد عمل اللي عليه 100%، وفي الآخر ممكن يكون عندك سوء حظ وسوء توفيق كبير جدا يكون سبب في خسارة مباراة. مستر بونفرير، of course I think you can remember some of the players that you were training in الأهلي football team. Which of them for you was the best? The best players you were training in الأهلي team. If you remember some of them, of course. Yeah, we have Walid, our stopper. Yes. The one with no hair. He was a very good stopper defender.
we have a midfield player, a technical midfield player, but he was always a little bit joking in the game. Yeah, he wanted to do too much. We have our top striker. I don't know his name anymore, but he was the fighter in front. Mm. And he scored also many goals from us. Mm. And BB also, that's the one I remember. Yeah. Mm. So you remember Wael Gomaa, the defender, right? You remember one in the midfielder, but you don't remember his name, and the striker. Wael Gomaa. And of course, our goalkeeper, he was very great in the whole year. Okay. يعني انا سالته على ابرز اللعيبه اللي مستر بونفرير كان بيدربها واللي فاكرها، يمكن الوحيد اللي فاكره هو كابتن وائل جمعه بالاسم. قال لي واحد من المساكين العظام جدا المميزين جدا، كمان اتكلم على لاعب في نص الملعب بس مش فاكر اسمه ايه، وانا بصراحه ما اقدرش اقول له مين فيهم هو يختار عشان مش عايز يعني اورط الراجل. قال لي بس هو كان يعني في نص الملعب كان دايما بيرقص، وكان دايما بيبقى عنده مهارات في نص الملعب بيستخدمها، وكان في راس حربه في النادي الاهلي كان مميز جدا، كان فايتر، كان مقاتل في كل أوقات المباراة. Mr. Bonfrere, the Egyptian press spoke about that Mr. Bonfrere blamed some of the players as Captain Asam al-Hadari, the goalkeeper. Great blaming in the Egyptian press, the Egyptian news. Is it true that you blame some of your players, especially Captain Asam al-Hadari? The goalkeeper? Yes. Our goalkeeper? Yes, no, yes. I have never blamed him because he was one of my top players in the team. Ah, so he was my top player in the team. He was one of the best goalkeepers which I have ever have seen. Mm. Yeah. Mm. So how can I blame him? Okay, sometimes you have a misunderstanding. Yes. Yeah. And you talk with the players. That's normal as a coach. You do that because you have 22 children. If you have one or two or three children at home, for sure you have always some problem. I have 22 children. Okay, Mr. Bonfrere, so it's normal that you have sometimes some little problems. Yes, that's true. يمكن انا يعني اجبت له السؤال ده، اعتقد انها اجابه رائعه جدا، اجابه يعني اشرح لحضراتكم. فانا بقول له مباراه انبي يعني اتقال ان ايضا حضرتك لومت بعض اللعيبه ابرزهم الكابتن عصام الحضري. قال لي حارس المرمى، قلت له طبعا. قال لي بالعكس ما اقدرش الوم واحد من اهم اللعيبه او توب بلاير، واحد من اهم اللعيبه واعلى اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاهلي، لكن في بعض الاوقات بيحصل سوء تفاهم. تخيل انت لو عندك في البيت طفل او اثنين او ثلاثه، فما بالك بقى انا مدير فني وعندي 22 طفل او 22 ولد، فانت متخيل الحجم السيطره اللي هيبقى عليهم هيبقى عامل ازاي. مش هعرف ان انا اسيطر عليهم كلهم، في بعض الاوقات هنتفق، في بعض الاوقات هيكون في سوء تفاهم، لكن هو نفى تماما شكلا وموضوعا وتفصيلا اي خلاف ما بينه او اي يعني تحميل للمسؤوليه كده بالبلدي او بلغه الكوره لكابتن عصام الحضري. مستر بونفرير، at the moment at the same time I'm speaking with you, most of the الاهلي players, they are leaving the club to go to another club here in Egypt. It's called Pyramids. Of course, they will earn a lot of money, more than they are earning in Al Ahli. And I want to compare your era and now. Did you feel one day that your players, maybe they can leave because of more money in another club here in Egypt? It has happened in your era? It happened everywhere in the world in the football sports that the player is playing good in a good club, and then maybe he gets a little bit older, then he's going, or he is a young player and another team club like to make this take this player and make his team stronger. So they spend a lot of money to take this player and give him also a good salary. Mm. It's normally that the player will go. It happened all over the world in every country, in every club. You cannot blame anyone who's leaving from Al Ahli to any other club in Egypt for maybe more money. You cannot blame him. I cannot blame them because that's the player's decision. If I am a coach from the team and the player say, "I like to leave this club, I like to go to another club," how can you hold this player in this club against his will? Then he's not happy.
and he will not play good. True, 100%. So better for him to go somewhere else. When he gets some more money, he's also more happy and he will play much better in that club. Maybe, I don't know. That's true, Mr. Bonfrere. Thank you so much for being with us. It was a great pleasure to having you. All fans from Egypt say bye-bye and thank you so much. Okay, thank you. Thank you, Mr. Bonfrere. طيب اخر سؤال سالته قلت له ان في لعيبه من النادي الاهلي في الوقت الحالي بترحل عن النادي وتروح لنادي اخر زي بيراميدز بسبب مقابل مادي احسن. رايك هل كان بيحصل نفس الكلام ان ممكن تشوف لعيبه او حصل معاك ان لعيبه ممكن تسيبك او تمشي بسبب ان هي تروح نادي اخر؟ قال لي يعني حاجه عاديه في العالم كله ان احنا عندك نوع من اللعيبه، لاعب ممكن يكون لعيب كويس وكبر في السن وبالتالي عايز يمشي عشان ياخد فلوس احسن وبالتالي بيرحل كمان للفريق الثاني، بيحاول ان هو يقوي موقفه وبيقوي السكواد بتاعه وبيقوي اللعيبه بتاعته. الحاله الثانيه لعيب بيكون صغير في السن وبيلعب كويس ورغبته في الرحيل بتكون اكبر. قال لي ما اقدرش ان انا الوم لاعب يرحل عن النادي لو هو رغبته ان هو ما يكملش، لو انا عاندت معاه او انا قعدته بالعافيه وانا ما رضيتش ان انا اسيبه مش هيلعب كويس ومش هيديني المردود اللي انا مستنيه منه. وبالتالي زي ما حضراتكم سمعتم وتابعتم الوصف التفصيلي كل الكلام اللي كان بيقال على مستر بومفرير الفترة الأخيرة ردينا فيه على حضراتكم، هو كمان اتكلم كلام من القلب. طيب هناخد الأخبار بسرعة جدا. خبر خاص أيضا برمضان صبحي، النادي الأهلي يمكن كان فيه كلام أو أنا قلت كلام عن الإعلان اللي رمضان صبحي صوره وتقاضى قيمة 4 مليون جنيه، وبعدها بيوم رمضان صبحي أعلن أنه لاعب في نادي بيراميدز. الشركة تواصلت مع نادر شوقي وكيل اللاعب، ونادر شوقي وعد الشركة أنه هو هيتم استرجاع المبلغ 4 مليون جنيه، والكلام ده هيكون من خلال نادي بيراميدز بكرة أو بعده على أقل تقدير. ولكن دلوقتي اللي ظهر جديد واللي بيقوي موقف الشركة الراية أنه رمضان صبحي كان ماضي على إقرار أنه هو لاعب محترف في صفوف النادي الأهلي، وبالتالي الموقف ده بيقوي موقف الشركة الراعية وبيضعف موقف رمضان صبحي. لكن لو رمضان كان ماضي، أنا بقول لحضراتكم قانونيا، لو كان رمضان ماضي على لاعب كرة قدم محترف فقط وهو بالتالي كانت من حقه الفلوس ومش من حقه أن أي حاجة تروح للشركة الراعية، كده الشركة الراعية ليها الحق أن هي ممكن تاخد الفلوس اللي رمضان تقضاها وتطالب أيضا بتعويض في حالة أن هم وديا اختلفوا في تحصيل المبلغ. طيب لسه مكملين معاكم الاخبار، ومن الاهلي ورمضان لنادي الزمالك، واعتقد ان هو خبر مهم جدا 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 والخبر صحيح 100%، واحنا هنقوله لحضراتكم يعني خاص بينا هنا في نمبر 1، ان نادي الزمالك بينسحب من المنازعات على لقب القرن. ايوه زي ما حضراتكم سامعين، نادي الزمالك خلاص بينسحب من منازعات نادي القرن علشان الدنيا خلاص تهدى والامور ترجع الى اماكنها الطبيعيه، وبالتالي ده جوه الكواليس يعني مصادرنا من داخل نادي الزمالك عرفنا ان هناك يعني سحب الشكوى الخاصة بملف نادي القرن من نادي الزمالك بسبب طبعا يعني امور زي ما بقول لحضراتكم علشان يحصل تهدئة وعلشان الامور تهدى وتاخد مجراها الطبيعي. طبعا بعد اعتذار الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح عن ملف نادي الزمالك كان باين للناس ان هو انسحب علشان خاطر نادي الزمالك بيبحث عن بديل علشان حد يعني يكمل في موضوع القضيه، لكن هو انسحب بسبب ان نادي الزمالك مش هيكمل في الشكوى المقدمه للاتحاد الكوره اللي تم سحبها بالفعل، وبالتالي ملف نادي القرن بيتقفل علشان خاطر نادي الزمالك يركز في البطوله الافريقيه، النادي الاهلي يركز في البطوله الافريقيه. طبعا اهلي وزمالك اكبر الانديه اللي موجوده في مصر وفي افريقيا، مش عايزين ابدا يكون في يعني منازعات او في مشاكل، لكن للاسف الفتره الاخيره يمكن الكورونا كانت سبب كتير جدا من المشاكل اللي بتكون موجوده، لكن زي ما بقول لحضراتكم ان الموضوع اتقفل بالضبط والمفتاح علشان ما نرجعش نتكلم فيه مره تانية. اللي عايز يتكلم فيه هيتكلم فيه على السوشيال ميديا فقط لا غير. طيب خبر ايضا خاص بينا، خبر اعتقد ان هو مهم، يمكن انتقال رمضان صبحي من نادي الاهلي الى بيراميدز هيعمل شويه بلبله، مش بس في الاهلي، ممكن يعمل شويه بلبله كمان في نادي بيراميدز بسبب عقود اللعيبه والمبالغ اللي بيتقاضوها. رمضان اخذ في الثلاث سنين 100 مليون جنيه، وبالتالي احمد فتحي لاعب النادي الاهلي الحالي ولاعب نادي بيراميدز المستقبلي اللي بينتقل الى نادي بيراميدز الموسم المقبل بيطالب بتعديل عقده اسوه برمضان صبحي، ويهدد ان لو احمد فتحي او اداره بيراميدز ما عدلتش
عقده ممكن يتراجع في قرار انتقاله إلى بيراميدز مرة تانية ويعود إلى النادي الأهلي. والوضع دلوقتي زي ما حضراتكم عارفين الوضع مختلف، الوضع مش زي صفقة عبدالله السعيد ولا صفقة حسام عاشور ولا أي حد من الصفقات دي. يعني ممكن النادي الأهلي لو فعلا أحمد فتحي أبدى رغبة أنه هو يقعد مرة تانية بسبب عدم الاتفاق المادي مع نادي بيراميدز، حتى ولو حصل أحمد فتحي على مقابل، أحمد فتحي بيطالب بتعديل عقده أسوة برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي واللي انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز لمدة 3 سنين بمبلغ 100 مليون جنيه. نادي الزمالك بيفوز على مصر للمقصة بهدف مقابل لا شيء، هدف قاتل وحاسم للاعب حسام أشرف لاعب منتخب الشباب واحد من أهم اللعيبة اللي هيكون ليها شأن في الكرة المصرية الفترة اللي جاية. حسام عبد المجيد كمان أكيد حضراتكم تابعتم الخبر بعد نهاية المباراة ماشي في أمان الله في أوضة اللبس، صابون ومية على الأرض اتزحلق وقع على ظهره جات له كدمة خفيفة جدا وخرج يمكن مسنود على بعض من زمايله. ان شاء الله حسام عبد المجيد كمان هو لاعب منتخب الشباب يقوم بالسلامه وكل الامور ان شاء الله تكون بيه على خير. اخيرا بيب جوارديولا بيخسر للمره 3000 في الشامبيونز ليج وبيفشل في الصعود الى الدور قبل النهائي ضد فريق يمكن مفاجاه بالنسبه لنا كلنا هو اولمبيك ليون 3-1 بعد ما كان خسران 1-0 بتعادل 1-1 والسيتي بيدخل فيه هدفين للاسف بيضيعوا حلمه وحلم بيب جوارديولا علشان ينقذ الموسم من اي شيء ممكن. للاسف مانشستر سيتي خرج من الموسم بدون اي بطولات، هل بيب جوارديولا يرجع بقى لبرشلونه ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه في الايام اللي جايه. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل بعديها الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف علشان نتكلم معاه فنيا في مباراة الزمالك والمقصة. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم في نمبر 1 والفقرة الحوارية الأولى مع واحد من نجوم الكرة المصرية هداف نادي الزمالك ومنتخب مصر الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن وليد برحب بحضرتك. ربنا يخليك يا عمر، أنا مبسوط جدا إن أنا معاك. ربنا يخليك كابتن، الشرف ليا طبعا. يعني واحد من نجوم الكرة المصرية، تابعت مباراة الزمالك والمقصة إزاي؟ مباراة كويسة بصراحة من الفرقتين. إيهاب جلال عامل شغل كويس، تحرك اللعيبة في الملعب. كارتيرون نفس الكلام، باستثناء برضو الغلطة، هنقول مش غلطة قوي بس اللي هي مشاركة بن شرقي في البداية، لأن أنا أعتقد اللي هو مش جاهز لسه، وغياب أوباما برضو مش عارف الإصابة أو لكن المباراة جيدة، تألق فيها الناشئين حسام أشرف وأسامة فيصل. إن أنا أجيب جول في آخر الدقيقة أو آخر ثانية ده حاجة برضو تحسب. نادي الزمالك واقف على رجله كويس، مغامرة من كارتيرون اللي هو متعادل ومحتاج يكسب وينزل 2 ناشئين، يعني دي مغامرة من كارتيرون وتحسب له. شايف إن نادي الزمالك واقف على رجله كويس وكورته كويسة، يعني كورة ماشية بشكل كويس في تطور، واعتقد ان الجاي احسن. يعني نادي الزمالك حضرتك قلت يمكن الدفع بعض اللعيبة زي بن شرقي يمكن مش لسه جاهز، هل حضرتك شايف ان عقل كارتيرون في افريقيا وقلبه في الدوري فعايز يحاول يعمل معادلة ويخلي اللعيبة كلها جاهزة علشان مباراة الرجاء تبقى مباراة الزمالك ما يكونش عنده ولا حاجة ناقصة في الناحية البدنية او الناحية الفنية؟ ممكن وجهة نظر كارتيرون كده، لكن برضو يعني الامور برضو ما بتاخدش كده، يعني الراجل كان مريح باله كتير هو اونج، وعايزين نتكلم على اونج شويه. لكن لما اجي ادي بدي بقى يعني ما بدأوش بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ابدا اللي جاهز عندي وبعد كده ابدا ادي له نص ساعه في شوط في الكلام ده كله، لسه في ماتشات كتير يعني. لكن ادي له في الاول مباراه صعبه برضو، مباراه مقصه فرقه كبيره وفرقه تقيله. لو انا نيتي ان انا اجهز الناس اللي هي لسه البدني قليل شويه عندها، يبقى انا ادي
نص ساعة 45 دقيقة شوط لحد ما وقف على رجله، لأن لسه ماتشات أفريقيا لسه فترة عليها. لكن يعني في الأول وفي الآخر أنا شايف أن اللعيبة بنسبة 90% 95% ماشية بشكل كويس، باستثناء برضو بعض اللعيبة اللي جاهزة اللي عدم الجاهزية بتاعتها. يعني كنادي الزمالك كفرقة النهاردة أنا شايف اللي هي، خلي بالكم ماتش الاتحاد برضو كان أداء كويس جدا، لكن هي الرعونة والأهداف اللي ضاعت. النهاردة الفرقة ماشية بشكل كويس جدا. عايز أجي لأونجم بالظبط كده، كما أنا كاتب أونجم كنت عايز أفكر حضرتك بيه. تمام، أنا عايز أسأل سؤاله وأنا قلته من زمان، أنا جايب أونجم يلعب إيه؟ جاوبني كده عمر. يعني هو أنا جايبه يلعب يعني حضرتك شايف التعاقد معاه من الأول خطأ؟ لا أنا لا لا أنا بتكلم في حاجة، يعني أنا دلوقتي جايب أونجم ناحية اليمين صح كده من ناحية الفيرود، تمام، وجايب بن شرقي ناحية الشمال صح كده؟ تمام. لما الكرة بتبقى من ناحية اليمين مصطفى محمد بيبقى راس حربة وبن شرقي فيرود تاني تمام صح كده؟ تمام. والعكس لو الكرة عند بن شرقي يبقى مصطفى محمد، ومين في ظهره؟ في 18 أونجم. أنا شايف أونجم بيلعب وينج رايت، فاكر أنت وينج تمام هاف رايت اللي هو 4-4-2 تمام، عارف أنت كابتن مصطفى عبده اللي هو على الخط على طول ما بيضمش لجوه. أنت شفت النهاردة كمية الأوفرات أو الكروسات اللي اتلعبت من ناحية اليمين مين بيلعبها؟ مين؟ مش هو نجم؟ تمام. طب أنت أنا مش جايبك تلعب وينج رايت، أنا جايبك إن أنت بتخش لو كرة من ناحية الشمال بتخش ال 18، أنا ما شفتش أونجم النهاردة جوه ال 18 خالص. بيقف بره ال 18 ناحية اليمين ويعمل كروس يعمل كروس يعمل كروس. طيب والكرة من عند بن شرقي أنت ما بشوفكش خالص أنت قاطع جوه ال 18. طيب دلوقتي حضرتك أونجم لو جينا كده فصصناه بلغة الكورة وقيمناه، هل هو إمكانياته كويسة؟ ولا ده سوء توظيف من المدير الفني؟ سوء توظيف، لكن هو لاعب امكانياته كويسه. هو لاعب كويس وامكانياته كويسه، لكن انا دلوقتي انا مش محتاجه كل شويه. طب الباك رايت يروح فين؟ خلي بالك لما كان هو بيلعب هو وحازم امام، حازم ما كانش بيروح خالص على يعمل كروس على ال 18 ناحيه اليمين، هو على طول قافل عليه ناحيه اليمين. يبقى انت كده ضربت لي الباك رايت بتاعي وانت قفلت عليه، فانت اتنين لعيبه في نفس المكان، خسرتني مكان قدام في الهجوم لما يتلعب كروسات من الشمال. انت يعني انت لو حازم امام ناحيه اليمين انت مفروض على تحت ال 18 او نجم عشان تسند عليه عشان الراجل يروح يعمل الكروس، لكن انت ناحيه اليمين وحازم ناحيه اليمين، طب انت يعني قافل ليه على حازم؟ خلي بالك لو الناس تفتكر معايا، لكن انا مفروض الحته دي الباك اليمين بسيب الخط للباك اليمين وانا بدخل جوه الملعب عشان اشتغل معاه. فهي دي المشكله اللي انا وانا بتفرج، يا عم انت مش وينج رايت يا جماعه، كلموا الراجل اللي هو مش وينج رايت. انا مش جايبه يعمل كروسات، انا مش جايب واحد عشان يعمل لي اوفرات ناحيه اليمين، امال الباك اليمين ده دوره ايه؟ فانت لازم تخش لجوه عشان تلعب مع راس الحربه 1 2 وتخش تخش راس حربه تاني ورا مصطفى محمد لو الكره من ناحيه الشمال، لكن انت على طول ناحيه اليمين لو واخد بالك ناحيه اليمين كلها كروسات. فده برضو يعني وانا بتفرج الموضوع مستفزني جدا. اوباما فارق كابتن وليد مع الزمالك؟ طبعا. اوباما لعيب كبير ولعيب مؤثر في نادي الزمالك ومؤثر في الحته دي خلي بالك. فهو حضرتك غيابه فارق وباين على على ده نادي الزمالك. طبعا، لان مفيش اللي بيربط. اي نعم في اوقات اوباما ما بيبقاش مركز، لكن بنسبه 80-90% الزمالك مفتقد لحته الربط بين الفيرود ونص الملعب والتكمله جوه ال 18. كابتن وليد، يمكن حضرتك واحد من اهم الفراوده اللي جم في تاريخ نادي الزمالك، لكن مصطفى محمد لما تيجي تتفرج عليه يمكن في ضغوطات، يعني مصطفى عنده بعض الضغوطات اللي ممكن يتعرض ليها الفتره الاخيره، يمكن لعيب صغير في السن، لعيب بروميسنج، لاعب واعد، لكن حضرتك يعني بتفسر ايه ان ممكن يكون عنده عدم تسجيل اهداف؟ هل ده حضرتك بترجمه ان عدم تسجيل اهداف لراس الحربه ده بيكون شيء عادي، ولا لازم راس الحربة يسجل، ولا ممكن يكون جزء من فوز الفريق حتى بهدف او هدفين هو كمان ما يسجلش؟ كل اللي انت قلته ده عمر، كل اللي انت قلته ده وارد ومتاح ومفيش مشكله منه خالص. تقييمك ليه بقى يا كابتن ايه؟ مصطفى محمد انا شايفه احسن فيرود في مصر. وانا معاك. خلينا نتفق. بص يعني ايه، سيبك من حته الجول الاجوان دلوقتي، عايزك تبص عليه. الكور اللي جايه من عند الجول بتاع ابو جبل، مين اللي بياخد الكور العاليه كلها؟ مين اللي بيحجز على صدره ويحط؟ صح.
خلاص يبقى انت عملت ايه؟ انت قفلت لي. لو انت ما عندكش الامكانيات دي هتلاقي كل الكره بتروح لمين؟ للفرقه الثانيه الخصم. تمام؟ تمام. طيب الكروسات اللي جوه ال 18 جوه ال 18 مين اللي بياخدها؟ اغلبها مصطفى محمد. تمام. لما بيلعبها على المرمى لا اما الجون يشيلها لا اما يحطها بره في تمام. محيط برضو الـ 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 الجول. فانت بتتكلم على ان مصطفى محمد وقفته بس وقفته بتقلق. ما شاء الله عليه هو جسمه زاد سنه لكن ما شاء الله عليه بيلعب بدماغه كويس قوي. الجامب بتاعه عالي جدا بيطلع يحط الكره على صدره وهو في الهواء والحاجات دي قليله جدا. تمام. فبيسند كويس قوي. فانت عايز ايه؟ تقول لي التهديف هيجيب هيجيب. ده رأي حضرتك مصطفى يلعب لوحده ولا تحط معاه راس حربه تاني علشان خاطر يبقى فيه بالانس او يبقى فيه الضغط متوزع على اتنين روس حربه؟ مش محتاج يا عمر. صح كده؟ لا مش محتاج لان انت بتتكلم في راس حربه. مين اللي بياخده؟ المساك والراجل المساكين. فانت بتفضي بقى للراجل اللي جاي من تحت. عشان كده احنا بنلعب ايه؟ 4 2 3 1 صح؟ فالثلاثه اللي تحت دول لما مصطفى بيتحرك يمين او شمال مفروض الراجل العكسي اللي انا بتكلم عليه ونجم يدخل ال 18 او بن شرقي يدخل واوباما من تحت يكمل في ال 18 فده بيفضي. فانا لو لعبت براس حربه يبقى اثنين راس حربه يبقى انا قفلت. ودي في حالات استثنائيه لما انا مثلا ابقى محتاج اكسب ومثلا في خلاص في الاخر في الدقيقه مثلا 60 70 ابدا انزل راس حربه ثاني عشان انا عايز اكسب او مغلوب. تمام. لكن طول ما انا الراجل ده بيتحرك والاثنين اللي تحت اللي هو بن شرقي ونجم بيكملوا مع اوباما بيدخل 18 يبقى انا مش محتاج راس حربه تاني. طب حضرتك شايف مين الاحق في الفتره اللي جايه ان يكون مهاجم منتخب مصر؟ مصطفى محمد. مروان محسن، حسام حسن. مصطفى محمد برضو يعني بوجود مروان محسن، حسام حسن مهاجم نادي سموحه، مصطفى محمد، مين من الثلاثه اللي يقود هجوم منتخب مصر يا كابتن وليد؟ معلش يعني برضو ما هو مروان. تمام. انا بسال حضرتك بس مش قصدي والله. لا يعني ولا انا خالص يعني. هو مروان لو كويس هقول لكن احنا شايفين مروان بعيد جدا بقاله فتره كبيره جدا يعني جداً مصطفى جداً. محمد هو الاحق بقياده منتخب هما مصر. اثنين مصطفى محمد او حسام حسن. لكن الافضل حضرتك شايف مين؟ الافضل لا مصطفى محمد طبعا. وحسام حسن برضو معاه لان دول احسن اثنين فراوده في مصر حاليا. طب اسالك سؤال بشكل تاني. احنا قلنا في مصر في ثلاث لعيبه مصطفى محمد مروان محسن حسام حسن. حضرتك اخترت مصطفى محمد. لو جينا دلوقتي الاختيار احمد حسن كوكا ولا مصطفى محمد؟ احنا شفنا احمد حسن كوكا لعيب مميز ولعيب هداف واحنا شايفين بره ماشي ازاي. لكن خلينا نقول كل تجاربه مع منتخب مصر احنا شايفينها ازاي. تمام. لكن هو هنقول مش موفق لكن هو لعيب كويس. لكن برضه في نفس الوقت انا شايف ان مصطفى محمد هو الراجل واخد هداف كاس الامم الافريقيه ان الشباب تحت 23 سنه 23 سنه وماشي بشكل كويس جدا وهداف نادي الزمالك باستثناء بعض المباريات لسه برضه عادي وارد يعني. لكن يعني مصطفى محمد انا شايفه احسن فرص في مصر دلوقتي يعني. تتوقع يا كابتن وليد ان مصطفى محمد ممكن يحترف ولا هيفضل في نادي الزمالك لفتره طويله؟ اتوقع الاحتراف طبعا. طب الافضل ليه يحترف ولا يبقى في الدوري المصري مع نادي الزمالك؟ الاحتراف يكون احتراف حاجه محترمه طبعا. انا اتمنى يبقى موجود معنا يعني اتمنى لان مفيش فراوده في مصر بنفس الكفاءه بتاعه مصطفى محمد. لكن لو قلت لي لا يحترف ويحترف صح ويحترف في فرقه واعتقد في الدوري الانجليزي هيفيد بشكل كبير جدا. مش خايف يكرر نفس التجارب اللي هو من مصر لانجلترا فممكن يحصل له دروب؟ مش خايف شويه؟ لا الامكانيات هي اللي بتحكم يا عمر. امكانيات انت شايف الامكانيات بتاعت الولد ما شاء الله عليه بيلعب دماغه كويس وقوي بيحجز كويس البريمير ليج ماله البريمير ليج يعني يا كابتن لو ما فيش محطه في النص مثلا ينضج فيها بشكل افضل زي وارد. ممكن 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 يعني دوري فرنسي دوري الماني صح يعني اتمنى. طب يا كابتن دلوقتي نادي الزمالك قبل الكورونا قال لك مصطفى محمد لو بعناه ما عندناش حد دلوقتي حسام اشرف واسامه فيصل بسم الله ما شاء الله بيبدعوا هو طبعا خليه يعني شايفهم ان هم يعني خير خلف من خير السلف لو حصل. حسام اشرف كنت انا بصعده معاه على طول واسامه فيصل وفي خلي بالك برضو في يوسف الخطيب في نص الملعب بس هو ما خدوش لعيب على مستوى عالي جدا وبعض اللعيبه اللي في الناشئين وفي ال 99 كمان برضو يعني يا ريت النادي الزمالك يصعد مش لازم 2001 لا في ال 99 برضو
يتصعدوا بس يعني في لعبه كويسه. حسام اشرف واسامه فيصل هم دول فراوت نت زمالك في السنين الجايه، لكن دلوقتي يعني افضي امشي مصطفى محمد وودي لحسام اشرف واسامه فيصل في الفتره دي، اعتقد لسه شويه عليهم يعني يستووا كده بلغه الكوره يعني. طيب لو سالت حضرتك عن بقى نادي الزمالك والفتره اللي جايه في الدوري العام، هل حضرتك شايف ان نادي الزمالك بيرفع رصيده ل 38 نقطه؟ يمكن في فرق نقاط بينه وبين النادي الاهلي، لكن هل الزمالك قادر على منافسه الاهلي في لقب الدوري بصراحه؟ لا صعب طبعا، صعب، امكانيه صعبه. حتى لو الاهلي تعثر المباراه الاخيره امام الانتاج، فده ممكن يبقى مؤشر شويه ان ماتشات الدوري مش هتكون سهله. خلينا نتكلم ككوره يعني، انا اتمنى يعني، لكن شايف الفرق كبير يعني، اعتقد ان فرق والزمالك اتعثر قدام الاتحاد صح، واعتقد ممكن ده يتعثر كمان، والاهلي يتعثر برضو نفس الفتره الماتشات اللي جايه يعني، لكن من وجهه نظر الفرق كبير شويه يعني. 53 نقطه النادي الاهلي، 19 مباراه الزمالك، 19 مباراه 38 نقطه. كام فرق كده؟ لا بنتكلم في فرق يعني، فرق كبير يعني، اعتقد ان 15 نقطة لحد دلوقتي. 15 تقليه صعبة شوية يعني، الفرق كبير شوية. يعني حضرتك الدوري ممكن نقول بنسبة كام في المية راح النادي الأهلي؟ أعتقد بنسبة 85-90%. طب إزاي نادي الزمالك يعني يحفز لعبته عشان يكون عندهم هدف لدوري أبطال أفريقيا من خلال ماتشات الدوري؟ إيه الهدف اللي ممكن كارتيرون يلعب عليه عشان اللعيبة يعني ما تهمتش؟ خلي بالك، ما هو في هدف، انت ممكن انت دلوقتي هنقول ان احنا هنشتغل ونكسب على اساس ان احنا برضو نزاحم الاهلي ويبقى في ضغط على الاهلي، لكن في نفس الوقت انا لازم اخد مركز تاني. وما تنساش ان في العقوبه اللي على نادي الزمالك، خصم 3 نقاط في نهايه الموسم، ده اللي مكتوب في جدول المسابقه، ده اللي نعرفه يعني. فانت لازم تحارب لان تاخد مركز تاني. فانت لو ما خدتش مركز تاني هتبقى في مشكله، يعني مش السنه الجايه مش هتلعب بطوله افريقيا. فانت دلوقتي بتتكلم ان الحافز ان لعيبه نادي الزمالك دلوقتي ان انت رقم واحد بزاحم الاهلي بضغط عليه، ماشي ده شيء وارد حتى لو الفارق بعيد. رقم اتنين ان انا بلعب لازم اخد مركز تاني. وفي نفس الوقت ان بيراميدز فرق 2 بونت صح بيراميدز عنده 35 نقطه لعب 19 مباراه هو كمان، ففرق 2 بونت بينك وبين بيراميدز، فانت لازم على وفي 3 نقاط، فانت مخصوم. لازم بتلعب على المركز الثاني، لان انت لو ما خدتش المركز الثاني مفيش افريقيا الموسم اللي جاي لو انت ما حققتش البطوله او الاهلي حقق بطوله اي حد. الموضوع صعب يعني، فده تحفيز، ده في حد ذاته ده تحفيز لعيبه نادي الزمالك. طيب يا كابتن وليد، يمكن اتكلمنا عن الزمالك والمقصه في مباراه كده في نقاط فنيه مهمه، لكن لازم امتاز وجود حضرتك معايا واخد رايك في بعض النقاط اللي موجوده في الكوره بشكل عام. رمضان صبحي واحد من اللعيبه المهمه جدا في منتخب مصر والنادي الاهلي، يمكن رحيله الى بيراميدز يعني راج الدنيا اتقلبت كلها والمعايير اختلفت دلوقتي. حضرتك شايف انتقال رمضان ازاي؟ بصراحه كده لما سمعت الخبر قلت يعني كنت حابب تتاكد، ولا انت بالنسبه لك خلاص انت سمعته مره واحده فخلاص الخبر تمام؟ وموضوع بقى الانتماء وابن النادي والفلوس وبيراميدز والاهلي. خلينا نقول يعني حته ابن النادي والكلام ده ما بقتش موجوده بنسبه كبيره يعني. وفي امثله كتير، 3-4 لعيبه برضو في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي. لكن خليني على رمضان بالذات يعني. اولا رمضان انا يعني اللي انا اعرفه يعني ان انت النادي الاهلي جابك اعاره مرتين صح كده؟ اعرف اعاره لعبت كم ماتش؟ كرمضان صبحي مع النادي الاهلي هو الموسم ده لعب 9. طيب نقف هنا. لعب 9 ماتشات، اتدفع فيه كام؟ ده مبلغ كبير. هقول لحضرتك الرقم بالظبط. وانا اعرفه اللي كان الاصابه بتاعت رمضان كان هو اللي مش عايز ينزل، هو اللي كان مش عايز ينزل. على حسب معلوماتي، عشان انا هنا قلت الاصابه كان عنده مزق في العضله الخلفيه من الدرجه الثالثه يا كابتن وليد. فاللاعب كان فيه استعجال من نادي ان هو ينزل، وهو كان عايز يصبر شويه عشان ما كانش عايز يتصاب قبل الاولمبياد. بص يعني انا عارف الاصابه كانت عنده ايه تمام، والدكتور اللي كان بيعالجه لان انا كنت بعمل جلسات عنده وعارف تشخيص ايه بالظبط، وعارف كان المفروض ينزل وما ينزلش الكلام ده كله. المهم بعيد عن الكلام ده كله، انا كرمضان صبحي والنادي الاهلي، انا ابن النادي الاهلي والنادي الاهلي خلاك تحترف
وجابك تاني اعاره مع انك ما كنتش بتلعب بره. خلي بالك كل ده لازم يبقى في الحسبان اللعيب. وما كنتش بتلعب بره وما كانش جالك حاجه وجبتك اعاره ووقفت جنبك ودفعت فيك رقم ولعبت 9 ماتشات بس، ولا لعبت حتى معايا بطوله افريقيا، ولا لعبت باثناء ماتشات خفيفه، يعني انت ما عملتليش حاجه وفي نفس الوقت انت خدت فلوس كمان من النادي غير اللي اتدفع فيك في النادي الانجليزي، زائد ان انت بتماطل الفتره اللي فاتت ده النادي الاهلي وانت اوريدي متفق مع بيراميدز. واللي انا اعرفه برضو او اللي اسمعه ان فلوسك الفلوس دخلت في حسابك يوم 5/8، فده معناه ان انت بتماطل النادي الاهلي وانت مخلص في بيراميدز، صح كده؟ ده من وجهه نظري يعتبر ان انا مش عايز اقول كلمه جامده على رمضان، لكن ما يستحقش يبقى في النادي الاهلي. يعني حضرتك شايف ان بعد يعني ده مش من حقه. شوف انا قلت لك كل ده ايه يا عمر، يعني انا ايه برضه مش عايز اقول ايه ما يستحقش في يبقى موجود في النادي الاهلي، لا انا جبت لك عرضت ان السيناريو اللي فات ده كله وقلت لك فلوسه دخلت في حسابه يوم 5/8. 5/8 يعني انت الفتره اللي فاتت دي انت كل ده بتماطل الاهلي، تمام؟ وانت راح بيراميدز خلاص اوريدي من 5/8. يعني يا كابتن الاهلي بعت 3 عروض، اولهم يوم 7 ويوم 9 ويوم 10. فال3 عروض دول النادي الاهلي بعتهم بعد ما رمضان اتحولوا الفلوس في حسابه؟ لا طب معرفش. ازاي؟ ما حضرتك بتقول يوم 5/8 الفلوس اتحولت لرمضان في حسابه، صح كده؟ صحيح. الاهلي انا عرضت هنا بالورق يوم الخميس اللي فات. ما هو ما يعرفش. انا بتكلم على ما يعرفش. اما انا عارف، انا بتكلم على ان رمضان كان عارف ان الاهلي بعت يوم 7. رمضان اتصدم من وجهه نظري بقى، رمضان اتصدم لما نادي هيدر فيلد وافق على عرض الاهلي ب 3.200 تقريبا مليون استرليني. طيب هو كان مصدوم يعني. انا عايز اقول لحضرتك ان الاعاره الاولى لرمضان صبحي كانت ب 800,000. تمام. 800,000 باوند. 6 شهور؟ لا 6 شهور. 6 شهور. تمام. تاني واحده السنه كانت 1,600,000. مليون و600 اللي هو لعب فيها 9 ماتشات. الاولانيه جه في شهر يناير ب 800,000 باوند استرليني. الثانيه ال 1,600,000 توتال 2,400,000 في سنتين. لعب كم ماتش فيهم بقى؟ انا عارف السنه دي انهيت 9. وخد كام؟ وخد كام؟ خد فيهم كام؟ ما كل ده لازم يتحسب. ما كل ده كل يعني يا كابتن، هل حق مشروع بالنسبه للاعب ان هو ينتقل الى نادي اخر، ولا لازم بعض اللعيبه تحسب حسابات معينه؟ خلي بالك هو كان في الاهلي هياخد كام برضه؟ هياخد له $1,000,000. طيب ومع الاعلانات هتوصل ل 20 ممكن. تمام؟ ممكن 18 مثلا. 20 كده توصل 20 مثلا. طب برضه كل ده ما يديش. هتقول لي المبلغ عالي في بيراميدز وهياخد 30 مليون تقريبا او حاجه زي كده. هياخد 50. انت عندك 23 سنه مش كده؟ يعني انت لو انت حتى لو لعبت النادي الاهلي 3 سنين 26 سنه وروح في الحته اللي انت عايزه، قلال تعوض الاهلي اللي هو وقف جنبك الفتره اللي فاتت دي كلها، صح كده؟ لكن هتقول لي يا عم ده هياخد 30 مليون في السنه. اقول لك ماشي ورقم كبير، بس انت في الاهلي برضه هتاخد 20 مليون في السنه. خلي بالك انا هياخد 20 مليون في السنه، 19 مليون في السنه، زائد الحاجات اللي انت التحابيش اللي انت عارفها دي. فانت يعني والنادي الاهلي وجماهيريه، ويبقى انت وقفت جنب النادي الاهلي زي ما هو وقف معاك، فاهم اقصد ايه؟ دي وجهه نظري. لكن تتلخص في حاجه، الجمله اللي انا قلتها لك عمري، هو ما يستحقش موجود في النادي الاهلي بعد ما النادي الاهلي عمل كده معايا. ده من وجهه نظري، ممكن ابقى مخطئ. بس طب اقول لك يا كابتن، يعني بصراحه كده يا كابتن بدون تعصب، يعني انا شايف حضرتك راجل مش متعصب. مش قصدي انا بتكلم حضرتك اللي انا هقوله لك دلوقتي بدون تعصب. يعني راجل حضرتك راجل نجم نادي الزمالك ولعبت في الزمالك، فلما تطلع تتكلم على رمضان ممكن تطلع تتكلم كويس، لكن حضرتك مثلا ايه قلت ايه هو لا يستحق اللعب في النادي الاهلي عشان الاهلي عمل معاه 1 2 3. هل ده طبيعي يا كابتن؟ يعني هل ده يعني هل حضرتك شايف ان ده المفروض اللي يكون سائد في الكره المصريه او في الاعلام، ان احنا لما نيجي نتكلم بجد بدون انتماءات، ولا حضرتك الانتماء بيفرق؟ ولا يعني مثلا حد من الاهلي عشان خاطر رمضان فيقول لك ان رمضان ما يستحقش ان يبقى في النادي الاهلي، ممكن حد من الزمالك واساله يقول لي حقه
فعشان كده بقول لحضرتك ان الموضوع حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني الموضوع ملوش اي تعصب خالص, فده عجبني. أنا يعني انا مش متعصب, بس انا بتكلم يعني انا بتكلم من اللي انا شايفه وحاسه. ممكن خلي بالك ممكن نادي الزمالك مثلا اتكلم عليه كلمه يعني ضده, بس انا بتكلم بما يرضي الله, بما يرضي الله, بعيد عن اي حاجه. فعلا زي ما انت قلت ممكن حد مكاني يقول لك لا عنده حق وبتاع والكلام ده كله, لكن انا اللي انا مستغرب بالصراحه يعني. لا انا مش عارف يعني, انا حاسس ان الاهلي يعني وقف معاه قوي يعني, وقف معاه جامد وكان مسانده والكلام ده كله, وفي الاخر باعه من وجهه نظر حتى لو رقم عالي, لكن كان ممكن يعوضه بعد كده يعني, ممكن يعوضه. لكن انا بتكلم من غير اي تعصب, من غير اي حاجه, بتكلم من اللي انا حاسه يعني. نفس الكلام خلي بالك اوباما مثلا يعني, انا شايف اوباما في الزمالك, الزمالك مش لحد دلوقتي ما جددلوش ومش عايز يديله الرقم اللي هو عايزه. هنا اتكلم جامد, بص اتكلم جامد, لا ازاي الاداره لازم يعني تريح الراجل ده, لان ده من اعمده نادي الزمالك. وانا شايف ان الاستاذ مرتضى يعني على قد ما يقدر يوصل لاتفاق مع اوباما, لانه لعيب كويس ولعيب مؤثر في نادي الزمالك. فانت كاداره ما عملتش او وصلت الموضوع بالاتفاق مع اوباما وتخليه يبقى موجود في نادي الزمالك, اعتقد ان نادي الزمالك يخسر, لان ده لعيب مؤثر جدا في نادي الزمالك. كابتن وليد بصراحه, هل حضرتك مؤيد لحته الفئه الاولى والفئه الثانيه وسقف اللعيبه, ولا كل لاعب بيختلف عن التاني وانا وشطارتي على حسب المفاوضات؟ ده موجود في العالم كله صحيح, مفيش سقف, لكن في يعني في مفاوضات بيني وبين حضرتك. هتاخد كام, هدي لك كام, انا ملتزم بايه, عليا ايه, ليا ايه. في مصر هنا حضرتك عارف الاهلي والزمالك في فئه اولى, فئه ثانيه, فئه ثالثه, ما حدش بياخد اعلى من الفئه الاولى. هل الكلام ده حضرتك معاه ولا ضده؟ الكلام ده كان زمان, دلوقتي لا, دلوقتي مفيش حاجه اسمها فئه اولى وفئه ثانيه. انا تعالى عمر انا عايزك في نادي الزمالك, هتديني كام؟ هديك 5 مليون. انت كلاعب, انت كلاعب تقرر شايفه قليل ولا شايفه كتير, براحتك انت كلاعب. لكن تيجي تقول لي مثلا عمر انا جايبك نادي الزمالك وعندنا الفئه, انت فئه اولى هتاخد 3 مليون, لا طبعا مفيش الكلام ده. لو اللعيب وافق خلاص هو حر, ما تجيش بقى السنه الجايه تقول لي جدد لي عقدي او جدد عقدي او عدل عقدي. عدل عقدي, تعدل, لا خلاص انت اتفقت هتاخد 3 والسنه الجايه هتاخد مثلا 3.5, انت كلاعب وافقت. لكن البدايه نفسها اللي انا اقعد مثلا اقول انا في نادي الزمالك الفئه الاولى كذا والفئه الثانيه كذا والفئه الثالثه كذا, لا ده مش مسموح بيه اصلا. يعني انتهى, انتهى. لكن هي بترجع برضو للاتفاق مع اللعيب, اللعيب اللي جاي ده سواء في نادي الزمالك او في نادي الاهلي, انا هديك 5 مليون مثلا, انت كلاعب بقى براحتك, وافقت خلاص. واغلب اللعيبه بتوافق سواء اهلي او زمالك حتى دلوقتي. ما انا بقول لك جالك في الكلام تلاقي اللعيب ده عمر ده تالق في اول سنه, فيجي بقى اللعيب بقى شايف اللي هو بياخد الخمسه دول قليلين, فيجي السنه الجايه يقول ايه انا عايز اعدل عقدي, لا انت مالكش حق بقى. كاداره لو عدلت يبقى انت اللي هتعمل مشكله. بس كابتن الاداره ممكن تعدل وتمد يعني, دلوقتي الانديه مثلا لا دي حاجه ثانيه. كابتن وليد التالق وناقص له سنتين في عقده, لا النادي عايز يتذاكى عليه ويجدد له كمان. ما انا هتذاكى عليك واقول لك ان انت لسه جاي ومضيل 5 سنين. انت 5 سنين معايا, تالقت في اول سنه. لا اول سنه ده ما ينفعش يبدا باي حاجه خالص. في لعيبه بتعمل كده بس ما ينفعش. فهي الفكره انت اتعاقدت مع لعيب خلاص 3 سنين او 4 سنين, عايز تحط الكلام ده في العقد خلاص العقد. لكن ما تجيش دلوقتي تقول لي لا ده انا عايز اعدل عقدي. تعدل عقدك ازاي؟ طب انت كاداره انت شايف اللعيب ده كويس جدا وبتاع, فجيت عدلت عقده, فانت لازم اللعيب ده ما هو ما بيلعبش لوحده. ما هو في لعيبه ثانيه متالقه نفس العقود, فانت لازم تعدل. ما دي في مشكله وموجوده في احد الانديه, ان انت دلوقتي اللعيبه الاساسيه اللي هي مؤثره في الفرقه عقودها بسيطه فطلبت تعديل عقد, فانت عدلت الواحد واحد بس, فعندك 3-4 عاملين مشكله. هي دي بقى, بدل عدلت الواحد ده يبقى تعدل للـ3 الـ4. طيب كابتن وليد انا عايز اسالك على وجودك في الملعب, وجودك من اهم اللعيبه اللي موجودين في الملعب, وكنت هداف
فالاسعار اللي احنا بنسمعها دلوقتي مقارنه بجيل حضرتك والجيل اللي قبليه يعني ما تذكرش. يعني بنتكلم في يعني زعلني ليه تذكرش ايه ده ما فيش نقطه في بحر. لو حضرتك يعني تعليقك على الاسعار اللي موجوده دلوقتي، هل دي اسعار فعلا تموت؟ قولي مثل يعني الاسعار رمضان الصبح بسم الله ما شاء الله. لا بص رمضان ده حاله، لان في كابتن عبد الله السعيد، الكابتن احمد فتحي، الكابتن بنتكلم على الكابتن حسين الشحات، بنتكلم على الفئه الاولى في الاهلي، بنتكلم على بيراميدز والارقام اللي بتدفع. هل حضرتك الارقام دي فعلا تمت لينا وواقعنا بصله، ولا دي ارقام مبالغ فيها، ولا دي ارقام طبيعيه؟ لا هي مش طبيعيه في الدوري المصري. مش طبيعيه؟ لا طبعا. ماشي. يعني انت شايفها طبيعيه؟ لا طبعا. طيب حسستني اللي انا قلت يعني انا عايز ارقام عاليه جدا على المستوى او الدوري بتاعنا. مفيش يعني معلش مع احترامي، هي هنقول في الاول وفي الاخر ده رزق بتاع ربنا طبعا سبحان الله، لكن ما تقوليش ان في مثلا لعيب هياخد في السنه عندنا في الدوري المصري 30 مليون ولا 35 مليون في السنه. رقم مهول يعني، رقم كبير على الدوري بتاعنا، على الدوري بتاعنا. طيب لو انا هحقق العائد من يعني العائد من الماتشات دي او من الدوري بتاعي كنادي اللي حقق لي اللي انا 30 مليون في السنه، ومش هو بس ده في لعيبه تانية، طب اقول لك ماشي. عارف انا اقصد ايه؟ يعني العائد ماشي، لكن الدوري المصري بتاعنا ما بيحققش العائد ده مش كده؟ فانا شايف في بعض الارقام لبعض اللعيبه، في لعيبه تستحقها وفي لعيبه اعتقد اللي هي يعني كتير عليها، وخصوصا ان في لعيبه السن بتاعها عالي جدا خلاص يعني حاجه و30 سنه، الاقي ارقام عاليه جدا برضو باستثناء بعض اللعيبه. لكن كاجمالي خلي بالك الارقام دي في خمس ست لعيبه تقريبا بس. احنا يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الارقام العاليه، احنا بنتكلم في بيراميدز الارقام العاليه دي اللعيبه اللي منتقله من الاهلي لبيراميدز. في بعض اللعيبه اللي موجوده زي عمر جابر، زي الشناوي، زي عبد الله بكري، زي علي جبر، بياخدوا ارقام كبيره جدا. ما دي من امتى؟ ما خلينا بس من الموسم الماضي بالظبط، اللي قبل الماضي، اللي قبل الماضي كان الشيخ تركو هو فهو ماشي، بس احنا عايز يعمل فرقه وعايز يعمل ينافس على الدوري والكلام ده كله. ف بس يا كابتن هو مشي. طيب معلش يا كابتن هاخد بس تليفون مهم جدا جدا مع الاستاذ محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري. يا فندم مرحب بحضرتك. اهلا وسهلا عمر، تحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين، وبرحب طبعا بالكابتن وليد. اهلا بيك. اهلا طبعا طبعا يا فندم، اكيد طبعا عايز اعرف من حضرتك التطورات الاخيره بالنسبه لشكوى نادي المصري تجاه الاتحاد المصري لكره القدم في مباراه الاسماعيلي بسبب الاحداث اللي احنا شفناها وعشناها. يمكن التطور الاخير عمر ان احنا ان شاء الله بكره في اجتماع يجمعنا ان شاء الله مع مسؤول اتحاد الكره ان شاء الله، انا ومعايا الباشمهندس عدنان الحلبيه عضو مجلس الاداره، والاستاذ نصر عزام ان شاء الله، والمحامي الخاص بينا في نادي النصر دكتور شريف. عاوز بس اطمن الناس واطمن جمهور نادي النصر ان احنا معانا كل المستندات اللي بتثبت حقنا، معانا كل المستندات اللي تثبت اللي احنا مش ممكن كنا نلعب ماتش الاسماعيلي، وكان من المستحيل ان احنا نلعب ماتش الاسماعيلي. والسبب بسيط جدا او لسببين. السبب الاولاني اللي انا عندي اصابات في القوام الاساسي او القوام ال 30 لاعب بتعدي ال 10 حالات بحسب لائحه اتحاد القوى او قرار مجلس اتحاد الكره او قرار اللجنه الخماسيه الاخير اللي هو بيقول ان لو 10 حالات او اكثر من كده او اكثر من كده طبعا بتاجل المباراه. طب انا معايا المستندات اللي بتاكد ان انا عندي اكثر من 10 حالات طبقا للبيان اللي بعته لي اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور محمد سلطان للنادي المصري. طب يا استاذ محمد دلوقتي ممكن بس في واقعه انا عارف تقريبا يعني ان بكره احمد مسعود حارس نادي المصري عنده تحقيق بكره بسبب الواقعه للاستاذ وليد العطاري، من دخل معايا امبارح وقال ان حصل تبديل في عينه، ان احمد مسعود ما راحش حلل، وبالتالي لقينا ان في عينه او نادي المصري بيقول ان احمد مسعود عنده تحليل ايجابي، فبكره الحارس عنده
تحقيق. هل يا فندم الكلام ده صح؟ حصل فعلا تبديل يعني؟ او رد حضرتك على الاستاذ وليد العطار ايه في النقطه دي تحديدا؟ طبعا بالمناسبه الاستاذ وليد العطار اتكلم معايا بالليل بعد المداخله بتاعتك، وهو اخذ كل معلوماته في الموضوع ده من بعض الصفحات وبعض صفحات التواصل الاجتماعي اللي كانت في الموضوع ده. طبعا الموضوع لا اساس لهم الصحه يا تمام كده، تمام يا فندم، تمام. بس انا عاوز اكد على حاجه. اتفضل يا فندم، اتفضل. هو بيقول ان يعني ان حد عمل مكان مسعود، ايه المغزى يعني؟ طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ يعني بكره اللاعب عنده تحقيق، هل حضرتك عندك علم بالموضوع ده؟ اكيد عندي علم. تمام يا فندم، صح. احمد مسعود بكره ان شاء الله عنده تحقيق ومفيش مشكله خالص. يعني هو تمام. اتكلم معايا، يمكن الاستاذ وليد اتكلم معايا بالليل وقال لي احتمال نحتاج احمد مسعود في 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 في, في يعني تحقيق وكده. قلت له عينيا مفيش مشكله خالص خالص خالص، احمد موجود، احمد مسعود بكره موجود في اتحاد الكوره، وبالمناسبه هيقوم بعمل المسحه. انت عارف ان بكره التيم كله عنده مسحه هنا في بورسعيد. تمام. هو موجود الساعه 11 في اتحاد الكوره، مفيش مشكله خالص. الناس كمان هيعملوا له المسحه هناك في مقر اتحاد الكوره. تمام يا فندم، لكن بكره ان شاء الله الموضوع كله هيبان. طب موقف نادي الاسماعيلي، هل حضراتكم اتواصلتوا مع نادي الاسماعيلي علشان يكونوا متضامنين معاكم في الشكوى، ولا الموضوع خاص بالمصري فقط؟ والله انا مش حابب اعلق على الاسماعيلي، وكل التقدير وكل الاحترام لجمهور نادي الاسماعيلي وكل محبين النادي الاسماعيلي، والعلاقه الكبيره اللي بين النادي المصري وبين النادي الاسماعيلي مش ممكن يمحوها اي حد، ومش ممكن. وكويس قوي اللي انت فتحت معايا الموضوع ده، مش ممكن اي حد يتدخل في العلاقه ديت يا عمر. علاقه تاريخيه بين النادي المصري والنادي الاسماعيلي، حتى لو احنا مختلفين مع مجالس الادارات ومع السيد رئيس نادي الاسماعيلي. يعني يا فندم اكيد هنتابع مع حضرتك وهنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله، والموضوع بكره يخلص على خير وكل الامور تروح في مجراها الطبيعي. بشكر حضرتك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا، نائب رئيس مجلس اداره نادي المصري. كابتن وليد، الاسعار احنا قلنا ان الاسعار مش طبيعيه، لكن كابتن وليد صلاح عبد اللطيف لو كان موجود دلوقتي راس حربه بالامكانيات وبالقدرات اللي احنا كلنا شفناها، كنت ممكن تطلب كام في السنه؟ يعني لما اجي اتفاوض معاك هتقول لي هتاخد كام؟ ما اعرفش خالص. انا بتفاوض معاك كابتن وليد، تاخد كام في السنه؟ هتاخد كام؟ ما تلعب لي 3 سنين هتاخد كام في السنه؟ دلوقتي العب 3 سنين ولا زمان؟ لا انا بتكلم دلوقتي، انا هاجي اتفاوض معاك هقول لك 3 سنين، انا عايز امضي معاك 3 سنين، هتاخد كام في السنه؟ انا نادي اهو بتكلم معاك، معايا فلوس. هتقول لي هتاخد كام؟ لا والله سيبك من الكلام ده، لكن افريج. بص يعني افريج اقول لك ايه يعني؟ تاخد كام؟ 15 20 في السنه 15 مليون عليك الضرايب؟ لا نبقى نظبطها بعدين. لا والله صدقني بص الارقام لا عاليه، وبعدين برضو يعني هو مش كل اللعيبه، لكن تيجي تقول لي مثلا لعيب مثلا محمود علاء في نادي الزمالك، محمود علاء ده اللي هو يطلبه ياخده عشان مدافع هداف ولا عشان مدافع عالية. كويس؟ لا مدافع كويس طبعا، هو مدافع الهداف. كويس هداف ماشي، الهداف ده ممكن ما يبقاش البلانتيات اللي بيشوطها كتير او يعني حالات استثنائيه التهديف ده، لكن احنا خلينا نتكلم كامكانيات. لا يطلب اللي هو عايزه في نادي الزمالك خلاص. اوباما نفس الكلام، مصطفى محمد لو قعد نفس الكلام. فانت بتتكلم يعني عبد الله جمعه امكانيات عاليه نفس الكلام. فانت في لعيبه في بعض الانديه تطلب اللي هي عايزاه، وده حقها لان دي لعيبه بتشيل الفرقه طبعا، زي طارق حامد اكيد يعني، ومحمد حسن اللي كان فيه كلام اللي هم يمشوه. انا قلت بس بقول لك كابتن وليد، بمناسبه طارق حامد عشان ما انساش، امبارح كابتن بلال كان موجود معايا، يمكن هو راس حربه اخر واحد من النجوم، قال لي طارق حامد يمكن انا كمدير فني لو موجود ما لعبوش، يعني هو امكانياته كويسه في الدفاع لكن هو لا يضيف اي شيء للفرقه اللي موجود فيها. يعني انا ما ردتش، هو ليه حق التعبير وقلنا ليه حق السؤال. فراي حضرتك إيه؟ انا ما ردتش. ما ردتش؟ لا طبعا انا مش هرد. ما تردش يا كابتن، انا مش هرد عليك. طيب راي حضرتك في طارق حامد كده بقى، السؤال بالعكس. طارق حامد هو قال لي على فكره حسام عاشور وطارق حامد انا الاثنين كمدير فني ما لعبهمش الاثنين. طيب. عشان ما نبقاش اهلي وما نبقاش زمالك بس، لا اهلي وزمالك. فاهم لكن برضو عايز اقول لك حاجه، لو حسام عاشور لسه موجود في الاهلي وما عملش ليه المشكله دي عمره ما هيقول كده. المهم خلينا نتكلم على، لان في ناس بتقول رايها بناء على احداث قبل كده. يعني قصدي حضرتك ان الكابتن بلال لو كان حسام عاشور موجود خلينا نتكلم بس. تمام يا كابتن، اتفضل يا كابتن. في ناس بتبني كلامها بناء على احداث حصلت.
فانا بقول لك لو حسام عاشور موجود في النادي الاهلي دلوقتي ما كانش الكلام ده هيتقال خلاص. طارق حامد وحسام عاشور من اللعيبه، وانا شايف ان حسام عاشور بالذات حقه في منتخب مصر راح وكان مهدور، ده من سنين، خلي بالك من سنين مش الفتره دي يعني، لان انا كنت بشوف حسام عاشور من اللعيبه اللي في نص الملعب اللي كان المنتخب مفتقدها وما كانش بيتاخد، ما اعرفش ليه. طب كان حضرتك كان ممكن يلعب على حساب مين في الوقت اللي كان موجود فيه؟ كابتن حسني عبد ربه، كابتن احمد حسن، الكابتن محمد شوقي، يعني خلينا نتكلم على كابتن يبقى يعني موجود. اوكي موجود في السكواد، لكن انا مش هقول مكان حد يعني، لكن كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا. طارق حامد، خلينا نقول طارق حامد كفايه ان انا اقول لك ان ده يتحط ومثلا محمود علاء مصطفى محمد ويتحط على الفرقه يعني، بس يعني رقم واحد طبعا. كابتن وليد انا عايز اسالك سؤال ليه علاقه بحضرتك لما كنت بتلعب، هل حضرتك في وجود الكابتن حسام حسن خدت حقك اعلاميا بصراحه؟ انا الحمد عشان ده حاجه انا عايز اعرفها انا شخصيا. بص انا الحمد لله اللي انا فيه ده من عند ربنا الحمد لله، سواء خدت حقي اعلاميا او ما خدتوش انا الحمد لله راضي باللي انا فيه. تمام. لكن خليني اقول لك ان انا لعبت جنب كابتن حسام حسن وانا لسه عندي 17 سنه وكنت بنفسه، عارف يعني ايه؟ طبعا. لا يعني كلاعب كبير زي حسام حسن ولسه ولد طالع في المنصوره عنده 17 سنه وبيلعب جنبي، عارف انت الاحساس ده؟ احساس يعني انا كنت بحسه وانا في الزمالك لما بيبقى ناشئ طالع جنبي، هي كده، هي الكوره كده. فاحساس اللي هو الواد ده جاي بقى، جاي صغير، عارف انت، ياخد مكاني او الكلام ده كله. فانا مش عايز اقول لك اتظلمت، لكن صح كده، انا ما كنتش عايز اقول الكلمه دي، لكن انا شايف ان الكابتن وليد لو ما كانش الكابتن حسام موجود كان الوضع اختلف تماما. بس برضو في كل الاحوال انا الحمد لله من 96 وانا في منتخب مصر الاول مع كابتن حسام حسن، كابتن حازم، كنت انا الثالث بتاعهم على طول، كابتن جاري لحد 98 99 بعد بوركينا فاسو لما خدناها، انا موجود في منتخب مصر. موجود في منتخب مصر، رحت الزمالك وانا وكابتن حسام وعملنا انجازات الحمد لله اللي عملناها في نادي الزمالك الفتره دي. يعني ممكن كان زي ما انت قلت، لان طبعا حسام حسن لو جاب جون في نفسه الجمهور هيشجعه، فاهم ازاي؟ فاسم كبير طبعا، فانت لو انت عملت ايه في الملعب يعني، والنبي لو جبت ايه اجوان وعملت إيه، بس برضو يعني ايه، برضو لو حسام حسن عمل حاجه الشو كله يروح لمين؟ لكابتن حسام. ده امر طبيعي، لكن الحمد لله برضو ان انا كنت بتضايق يا كابتن وليد ان انت ممكن تكون مكسر الدنيا وعامل حاجات كتيره جدا وفي الاخر ما حدش ينسب ليك الفضل بنسبة 100%. مش هكذب واقول لك لكن في نفس الوقت كنت مبسوط. طبعا كفاية طبعا كفاية الناس يعني ايه، ممكن واحد يبقى مبسوط ويحبني ويسلم عليا، ممكن التاني لا يعني. ده ايه الحاجات ده المشتركة اللي كانت ما بينك؟ بس عايز اقول لك حاجة، ان انا اول سنة تاني هداف دوري وبعد اول سنة وتاني سنة بطولة افريقيا، احسن لاعب في افريقيا وسط ملعب تحت كابتن الفيرود. حسام كان موجود مع حضرتك. انا كنت بلعب تحت الفيرود واحسن لعيب في افريقيا بطولة افريقيا اللي خدناها، وثالث دوري خدنا، وثالث سنه خدنا دوري، يعني ثلاث سنين خدنا دوري ورا بعض وبطولة افريقيا اللي خدناها، واخد الانجاز الشخصي اللي انا خدت احسن لعيب في افريقيا في البطوله دي، فده يعتبر يعني انجاز كويس بالنسبه لي اللي انا عملته. زائد 98 مع كابتن جوهري بوركينا فاسو، الحمد لله يعني، وهداف تاريخ النادي المنصوره في بطوله افريقيا. فانت بتتكلم على الحمد لله على الانجاز اللي انا عملته. بص يا كابتن، اتكلم مع حضرتك جوه في الملعب كده شويه فنيات. كابتن حسام بيحب دايما يعني يبقى هو كل حاجه، هو اللي يجيب، هو اللي يصنع، بيحب دايما يبقى هو الكل في الكل في ال 18. حضرتك بتلعب جنبه او بتلعب تحت راس الحربه، فالموضوع بالنسبه لك كان صعب في بعض المواقف، ممكن يكون انت للجون وفرصتك احسن فتجيبها جون، فالكابتن حسام مثلا ممكن يتضايق شويه ان حضرتك ما لعبتش الكوره ليه بالعرض. ما هي دي ازاي نفسيا كنت بتستحمل الضغط ده؟ كان صعب جدا، وكان انا عارف كابتن حسام عشان كده بقول لحضرتك. لا خلي بالك، والجيل بتاعنا كله كان برضو الحاجات دي كانت بتضايق شويه الناس اللي بتلعب،
كانت بتزعل اللعيبه يعني. لكن برضو في الاول وفي الاخر حسام حسن يعني اسم كبير يعني. بنتعامل معاها ازاي لو مثلا اللي انت لعبت كوره او ضاعت او جون صدها وبتاع وهو بيندى عليك، انت بتقوم بص في الارض وراجع ما تبصلوش خالص. ما اصلا انت بصيت له يبقى ايه يعني، ممكن يعني اللي هو خلاص ارجع تلفظ مثلا. ارجع لا تلفظ مش هيتلفظ على الحطانيه. انا بتكلم مش عارف، بتكلم بشكل عام يعني. لا ممكن كده العشم مثلا يقول لك يا اخي يا اخي. لا ما هو بيعمل كده يعني. بس برضو في حاجات كانت بتزعل برضو يعني، سواء انا وسواء عبد الحليم، سواء كان دوماني كان بيقفش على كله. كان مش بيقفش يعني بيزعل بيتضايق، كان عايز هو اللي يجيب كل اللي جواه. ده حقيقه. ما انا عارف الكابتن حسام، اللي ما يعرفش الكابتن حسام. انا عايز اجيبها بشكل برضو كويس، لان برضو في الاول وفي الاخر هو يعني كل واحد عمل تاريخ. موقف اتعرضت ليه مع الكابتن حسام؟ احرزت هدف وطلب منك، قال لك انت ليه انت احنا اتخانقنا امتى بقى؟ في السوبر الافريقي كنا بنلعب. انا عارف شخصيتك فعشان كده بسالك الاسئله. ما هو دي بقى دي اول سنه كنا بنلعب السوبر الافريقي تقريبا في غانا، وكنا مغلوبين 2-0 خلاص يعني. هو ففي كوره كورنر لين، فاتلعبت الكورنر اتلعب فاتردت، فانا جريت بره ال 18 عشان الحقها هتروح تعمل علينا هجمه مرتده، هتبقى ممكن يبقى الثالث. فرحت قاطعها وشايط ده جنب العارضه يعني، خلاص كوره وانتهت خلاص. وراجعين بقى بنلعب هناك في افريقيا في غانا، فلقيت سمعت كده شتيمه يعني في الملعب. فمش واخد بالي، فبص كده لقيت الكابتن حسام بقى يعني انت عارف طريقته بقى والتنطيط والكلام ده. فحصلت بقى يعني مش عايز اقول الحوار، لكن فبستغرب لان الموضوع انت عارف انت الزحمه وطالعه ولو اتقطعت مني هتبقى مشكله. فبتنطط يعني زعلان يعني. فقلت له في يعني في ايه يعني، فلقيته بيزعق قوي بتاع ما اعرفش ايه. المهم حصلت هنا بقى مشكله وانا رديت بقى يعني كده، والحكم مصفر ووقف اللعب يعني حصلت مشكله جامده، وحصلت في الملعب وبره بره لما الحكم صفر وفي اوضه اللبس وفي الباص مكملين كل ده. ما خلصتش، محدش عارف يحتوي المشكله، محدش عارف يخلص الازمه. مشكله كبيره يعني، خناقه كبيره. لكن ما خلصتش يا كابتن. طب امتى خلصت؟ صفينا خلاص يعني. لا في الاخر بقى يعني بعد ما رجعت القاهره ولا في المطار. انا قلت قدام اوضه الكابتن ابراهيم هناك في الاوتيل بقى. فخلاص بالليل بقى كده، فانا بقى دخلت لكابتن ابراهيم اقول له ايه ما تزعلش يعني، انا يعني ايه انفعلت جدا. فقلت له ما تزعلش بتاع وما اعرفش ايه. فقال لي فراح قايل كلمه كده، قال لي لا هو يستاهل. كابتن ابراهيم عسل، قمه الكوميديا بقى. عسل. لكن كابتن ابراهيم وكابتن حسام اسامي كبيره طبعا، قيمه قامه. كابتن وليد انا استمتعت بوجودك جدا، كان نفسنا نقعد اكتر من كده، لكن ادي فرصه بقى للصحافه دي الموجودين. في حد ورايا؟ والله طبعا. بعد اذنك بشكرك كابتن وليد، شكرا جزيلا على وجودك معايا. الوقت بيعدي مع حضرتك بسرعه جدا والله. بالتوفيق دايما يا عمر ان شاء الله. ربنا يخليك، بشكرك. الناس المحترمه يعني. ربنا يخليك كابتن وليد. خلصنا مع حضراتكم الفقره الحواريه الاولى، نروح لفاصل ونرجع نستقبل بعديها نقادنا الرياضيين محمد عراقي علي نصير، ولكن بعد الفاصل. Dear brother honey, I know today is a big day for you, August 14th. In my mind, I wish to be with you, sharing this moment with you and celebrating. But unfortunately, as you know, Corona damaged everything. So I take these opportunities by this video to address to you all the best of life. Enjoy this time with family and all the friends too. Happy birthday to you. See you next time. اقول له كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه، وربنا يخليك باشمهندس هاني لاسرتك ولاولادك ولاهلك، ودائما وابدا كده تكون في وسط الجميع. لانه بقول لحضراتكم دايما مهما كان نسبه الخلاف او الاختلاف، لكن بيبقى الاحترام والعلاقه الشخصيه الطيبه اللي تجمع بيني وبين المهندس هنا بريده على المستوى الشخصي. امنيتي يبقى رئيس الاتحاد الافريقي، انا فعلا بتمنى ده وبحب ده
اتمنى انه يبقى فعلا رئيسا للاتحاد الافريقي، رئيسا للكاف مهندس هاني بوريد. كل سنه تابع يا باشمهندس هاني، وعقبال يا رب كده 100 سنه وتفضل دايما سفير لينا بره، وتفضل الراجل اللي مشرفنا بره للكره المصريه. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه كده اشوفك رئيس الاتحاد الافريقي. عايز اقول كابتن هاني كل سنه وحياتك طيب، كل سنه وانت دايما بصحه وسعاده. كابتن هاني يعني عشت عمر، ربنا يوفقه ان شاء الله. نقول له كل سنه وهو طيب، والسنه الجايه ان شاء الله يكون بقى رئيس الاتحاد الافريقي باذن الله. كل سنه طيب يا كابتن هاني. كل سنه طيب يا كابتن هاني، وعقبال 100 سنه وان شاء الله دوام الصحه والعافيه باذن الله، وكل التوفيق يعني. كل سنه وانت طيب يا كابتن هاني. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس هاني، كل سنه وانت طيب، وعام سعيد يا رب عليك وعلى الاسره الكريمه. كل سنه وانت طيب في عيد ميلادك اللي هتبدا بيه سنه جديده. ربنا يخليك للأسرة الجميلة، الأسرة المحترمة، الواحد تقرب منها وشاف كل شيء جميل معاها. ويا رب يا رب يديم عليك كده صحة وعافية، ويكرمك زي ما كرمت ناس كتيرة وساعدت ناس كتيرة. رحيم، كل عام طيب يا باشمهندس هاني، وربنا يكرمك ويديك الصحة وعيد ميلاد سعيد، ويا رب كده بالصحة والعافية والخير إن شاء الله. نشوفك باذن الله تعالى رئيس الاتحاد الافريقي الفتره الجايه. انت تسال كل خير، انسان محترم وجميل جدا، وبنحبك جدا ونحترمك وندعي لك دايما يا رب كده، وواجهه مشرفه لمصر مفيش كلام يعني. كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس، وعقبال مليون سنه مش 100 سنه. انت برج الاسد زي حضرتك 14، انا 12. كل سنه وحضرتك طيب وبالف خير وصحه وستر حضرتك والأسرة الكريمة. طبعا في البداية عايز أقول الباشمهندس هاني كل سنة وانت طيب، وعقبال مليون سنة إن شاء الله في سعادة وفي هنا، ويا رب تحقق كل اللي انت بتتمناه. عملت حاجات كتير، ولكن لسه إن شاء الله بإذن الله تعمل حاجات أكتر وأكتر. كل طول العمر ليك إن شاء الله باشمهندس، وربنا يوفقك إن شاء الله، وكل سنة وانت طيب وعقبال العمر كله. عايز أقول لك حاجة واحدة بس، انت مشرفنا في الاتحاد الدولي، في المكتب التنفيذي، في الاتحاد الافريقي، رئيس اتحاد الكورة. عملت حاجات كتيرة صراحة، ده اقل حاجة اقولها لك. يوم عيد ميلادك كل سنة وانت طيب، وعبال عبال مليون سنة، وتشرفنا في كل مكان على انحاء العالم. طبعا احب اقول للباشمهندس هاني بوريدة كل سنة وانت طيب، والعمر الطويل ليك يا رب. فعلا شخصية من الشخصيات اللي أنا بحبها على المستوى الشخصي جدا، مش أنا لوحدي طبعا، مصر أكيد كلها. طبعا كلنا عارفين الدور اللي قام بيه للكرة المصرية على مدار سنين طويلة جدا، وإزاي خدم الكرة المصرية. أنا بحبه جدا، بقول له كل سنة وأنت طيب. باشمهندس هاني كل سنة وأنت طيب، وربنا يديك طولة العمر، وإن شاء الله دايما تكون بخير أنت والعيلة الكريمة. كل سنة وأنت طيب. أبويا هاني أبو ريدة، كل سنة وانت طيب، رب السنة الجاية تبقى سنة أجمل وأحلى من السنين الصعبة اللي فاتت، سنين صعبة جدا. أفضل طول عمري عايش وشغال بدماغك وبفكرك اللي علمتهن وبطريقتك وبأسلوبك، هتفضل انت على طول لممنا حواليك، وهنفضل على طول بنتعلم منك ازاي نشتغل وازاي نتعامل مع الناس وازاي نكبر دماغنا وازاي نقفش في دماغنا. كل سنه وانت طيب يا كابتن هاني، وسنه سعيده عليك يا رب، ربنا يديك الصحه، ونشوفك دايما خير كده، ونشوفك دايما يعني نشرفنا دايما في الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي، ونشوفك على خير. هاي هاني، هابي بيرثداي، هوف ايفريثينج جوز ويل، باي. برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم في نمبر 1 والفقره الحواريه الاولى. دايما فقره الصحافه بتكون فقره مهمه جدا، بنتكلم عن كل القضايا الرياضيه اللي موجوده في الشارع الرياضي. برحب بضيفي العزيز الاستاذ محمد عراقي، برحب بيك. ازيك يا عمر؟ اهلا بيك ومنور، وطبعا بمسي على علي. استاذ علي برحب بيك. استاذ علي نصير استاذي بقى. لا استاذ، على الهواء استاذ. ايه الاخبار؟
انا مبسوط ان انا معاك انا وانت وعلي طبعا، وان شاء الله تبقى حلقه موفقه. ربنا يخليك. ابدا يمين. تبدا على طول. ابدا يمين. ماشي. يمكن كهربا والحكم لصالح نادي الزمالك بغرامه 2 مليون دولار وايقاف لو ما تمش سداد المبلغ بعد 6 شهور، هل انت شايف كهربا بالنسبه للنادي الاهلي ازاي اتعامل معاه، وكمان كهربا ايه اللي هيحصل معاه مستقبلا بخصوص العقوبه ان شاء الله؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا بس ناكد ان يعني كهربا طبعا كان لعيب في الزمالك، بعد كده سافر البرتغال، بعد كده انتقل للاهلي. الزمالك طبعا كان شايف ان ده اللي حصل ده كله كان سيناريو او فيلم معمول من النادي الاهلي، ان هو ازاي ينتقل للاهلي بعد كده، خصوصا هو كان مرتبط بعقد ممتد زي ما قالت اداره الزمالك ساعتها. انتقل كهربا للاهلي والناس كلها قالت ان هو كده، ده طبعا في اتحاد الكوره قال ان هو انتقال غير مشروع كذا، يعني في عضو من اعضاء اتحاد الكوره. كهربا اكد صحه موقفه. الزمالك بعت 3 شكاوي، يعني خلينا نتكلم الشكوى الاولى بشكل تفصيلي كده. الزمالك ارسل شكوى ضد الاهلي وضد الفيس البرتغالي ان هم يعني حرضوا كهربا على الهروب من نادي الزمالك. الشكوى دي تم حفظها، يعني الشكوى دي الزمالك ما خدش منها اي حاجه. تم في شكوى ثانيه ضد كهربا، لا ضد كهربا نفسه بايقافه بقى، النادي الزمالك بيطالب بايقاف كهربا. الشكوى دي برضو تم غلقها، ومن والشكوتين دول حفظهم، ومش من حق الزمالك في الشكوتين دول الاستئناف. الشكوى الثالثه هي المطالبه بالمقابل المادي، كان تقريبا الزمالك طالب حوالي 9 مليون يورو 11 مليون دولار لا 11 مليون نفس الرقم تقريبا. اتحكم له بحوالي 2 حوالي مبلغ 33800000 جنيه. من وجهه نظر اداره النادي الاهلي ان ده مبلغ او ان الحكم حكم بسيط، لان هم كانوا يعني الكلام ان كهربا هيتوقف وان هيبقى المبلغ اكتر من كده بكتير، وان الاهلي كان عليها عقوبات وكده، فهم شايفين ان هو حكم عادي، خصوصا ان هم متفقين مع كهربا من قبل التعاقد خالص، احنا مالناش دعوه خالص بالموضوع، انت راجل بتقول ان انت موقفك صحيح فاحنا مالناش دعوه. فالفلوس دي المفروض يتحملها كهربا مع النادي البرتغالي. فالاهلي شايف ان هو عمل انتصار كبير في الموضوع. كهربا نفسه اكد ان هو كمان عمل انتصار، واكد ان هو موقفه سليم، وبيقول كمان ان هو يقدر يعمل استئناف، ويقدر كمان المبلغ ده يقل بشكل كبير، او حتى ممكن العقوبه تلغي خالص. على عكس برضو نادي الزمالك شايف ان هو حقه رجاله بشكل كبير، او مش حقه، يعني هو طبعا كان هم متاملين طبعا قرار يتوقف او يحصل مشكله في الموضوع، بس هو دايما بتبقى العقوبه ماديه اكتر، بس برضو ما كانتش بالرقم اللي هم كانوا متوقعينه. يعني هم في الاهلي مثلا يقول لك حتى لو الفلوس دي كلها اتدفعت ده برقم مدافع ممكن نشتريه دلوقتي. انت عارف سوق الانتقالات يعني الارقام بقت كبيره جدا، فانا جبت كهربا اللي هو اهم لعيب في الزمالك واقوى من اهم لعيبه في مصر، وجبته بقى عندي خصوصا كمان بعد رحيل رمضان صبحي. فهم شايفين ان هو بالنسبه لهم يعني كان صفقه مهمه جدا. واعتقد انا من وجهه نظري ان طبعا كهربا اكيد لو جينا يعني النهارده لو الزمالك الاهلي جه فوضه صراحه وقال له انا عايز كهربا، اعتقد الزمالك هيطلب اقل حاجه 150 مليون او 200 مليون جنيه. طبعا انا بفرض ان الزمالك 10 مليون دولار بفرض ان الزمالك هيتعاون مع الاهلي يعني بالزبط. بس انا اقصد لو النهارده كهربا لو جينا بصينا الاعارات للسعوديه كانت واصله لكام بالنسبه لكهربا، فانا شايف بصراحه ان يعني الاهلي هو اكثر المستفيدين من قضيه كهربا. استاذ علي، يمكن استاذ محمد علي كلمني كده وقال لي حاجه، يعني قال ان الاهلي اتفق مع كهربا ان الموضوع يكون بينه وبين النادي البرتغالي، بس انا على علاقتي بالنادي الاهلي يعني واللي انا اعرفه بالمسؤولين ان هم مش بيخشوا في حاجه غير لما يكونوا متاكدين منها 100%. هل تعتقد ان لو كان كهربا القضيه خسرانه كان الاهلي ممكن يتعاقد مع اللاعب بصراحه؟ بص، خلينا نتفق في البدايه انه القضيه في مجملها هي قضيه اداريه، يعني حسن اداره او سوء اداره سواء من الطرف ده او من الطرف ده. النادي الاهلي اتعامل مع الموضوع اداريا بمنتهى الاحترافيه جدا، تمام، طلع نفسه بره القصه. الراجل انت خلص نفسك هناك، طلع مع نفسه بكهربا، راح بلجيكا خلص مع فرقته اللي هناك البرتغال سوري نادي افش خلص مع فرقته هناك ما عندوش مشكله. بعد ما خلص سوى كمان قيمه التعاقد بتاعه بعد الست شهور اللي قعدهم هناك، فاصبح اللاعب فري، فالاهلي تعاقد معه. هنا النادي الاهلي لا يلام في اي شيء. كل القصه ان احنا هنا عندنا في مصر او للاسف الشديد في الازمه بتاعت كهربا، اداره نادي الزمالك علت سقف طموح جمهور نادي الزمالك انه لا انا هنتقم لكم من كهربا، كهربا خاين، كهربا 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 كهربا، فوصلت سقف طموح الجمهور ان كهربا ده هيتوقف 6 شهور باقل حاجه، هيتعمل عليه غرامه اقل حاجه 100 مليون 200 مليون جنيه زي ما كانت طلبات مطلوبه. وبالتالي لما صدر الحكم حصلت الصدمه اللي في الاول ما حدش كان مستوعبها، بعدين لما ابتدى زي محمد ما ذكر نفند حيثيات القرار لقينا انه في النهايه الاهلي طالع كسبان في كل الاتجاهات، كسبان ان هو عنده لعيب من احسن الاجنحه في مصر باعتراف الجميع وبشهاده اي حد، راجل مميز جدا في الحته بتاعته باقل مبلغ ممكن. حتى لو كان لو افترضنا ان الاهلي هو اللي هيدفع ده من خزينته، ايه يعني 33 مليون جنيه والعقوبه كمان هتنزل،
وهنفترض انها مش هتنزل. 33 مليون جنيه ان انا اشتري بيه جناح في مصر يعني ده ارخص من صلاح محسن اللي اتعمد عليه الضجه كلها، ارخص من يعني اسماء كتيره ممكن تتكلم فيها. انت لو جبت لاعب ناشئ دلوقتي ممكن تدفع فيه الرقم ده عادي جدا سهله يعني. وبالتالي الاهلي ما خسرش حاجه. كمان الاهلي امن نفسه اداريا لانه يعني مش عايز اقول انه عنده خبره في الحته دي او الحاجه دي اتعملت كتير قبل كده او كان في صوابق كتيره للحاجات دي وتعامل مع الفيفا بشكل محترف من ادارات الاهلي المختلفه اللي قبل كده. وبالتالي قدر يستفيد من الموقف القانوني للاعب فطلع نفسه بره الازمه. عشان كده القرار زي ما قال لك علائي انه الشكوى الاولانيه بتاعت الاهلي اتحفظت والشكوى اللي كانت مع النادي البرتغالي كمان اتحفظت فاصبح الاهلي مش طرف كمان بالظبط. وهو كمان النادي الاهلي على حسب المعلومات اللي احنا عارفينها ويمكن محمد كان ليه السبق في نشرها انه النادي الاهلي مأمن نفسه في العقد بتاعه مع كهربا انه اي غرامه او اي عقوبه يدفعها اللاعب من جيبه خلاص. يبقى النادي الاهلي خسر ايه؟ انا جبت لاعب فري. بس الاهلي كان هيخش الموضوع لو عارف ان القضيه خسرانه ولا لا؟ ده السؤال المهم اللي انا عايز اساله لك. هو انا بقوله لك انه الاهلي حاسب خطواته كويس قوي وفي الاخر طلع نفس يعني الفكر اللي هو فكر فيه كسب في الاخر وطلع هو المظبوط وهو الراي الصحيح. لا واللي اكد كده كمان نقطه مهمه ان الاهلي ما دخلش في الصفقه الا تقريبا بعد اشهر من صفر اللاعب. يعني الاهلي قعد فاضل متاخر لو نفتكر لو نرجع بالذاكره كده هنفتكر ان الاهلي قعد فتره طويله جدا لدرجه ان الناس ابتدت تشكك هو الاهلي عايز كهربا ولا لا بالظبط. لو تفتكروا وهو حتى الناس حتى الجمهور ابتدى يقول هو انتوا يا جماعه هو كمان نزل وهو نفسه وهو نزل نفسه نزل واتكلم مع المسؤولين. فالفتره دي كلها احنا بناكد ان الفتره دي كلها فعلا اداره الاهلي كانت بتشوف قانونيه الموضوع لان هي مش عايزه تعمل لنفسها مشكله مشكله مع نادي مصري مشكله مع الاتحاد الدولي. ففي الاخر لا بصراحه هم لعبوها صح وحسبوها. انت عارف كمان كويس. انت عارف كمان يا عمر محمد انه النقطه اللي عملها النادي الاهلي اللي ذكيه جدا في الموضوع انه هو طلب من كهربا انت خلص نفسك مع النادي البرتغالي الاول يعني ادفع الفلوس شرط الجزاء اللي كان حاطه كهربا في العقد مع نادي أفز ده ادفع فلوس وخلص نفسك من نادي كانف عشان تبقى لعيب حر. فتعاقد الاهلي تعاقد سليم مليون في المية ما لوش اي علاقة تعاقد تاني مش تعاقد اول بالظبط. يعني انا خلاص ما انت لاعب بره لاعب فري من حق اي نادي انه يضمه ما لوش اي لوم ما لوش اي عقاب. ودي الف فيه اللي اتعلمناها في لوائح الفيفا من 100 سنة ورا يعني انه اكيد النادي الاهلي مش هيضار. لكن كلام بقى التصريحات الاعلامية والصوت العالي والكلام اللي بيتعمل ده لا ده في الاخر على سقف طموحات الجمهور نادي الزمالك. وللاسف الشديد حتى المكابرة فضلت بعد صدور القرار بالتويتات والحاجات اللي اتعملت ان حقنا رجع وحقنا رجع. لا حق الزمالك ما رجعش. الزمالك استفاد من كهربا طوال فتره وجوده بس حق الزمالك هيرجع يعني ماديا. احنا بنتكلم ماديا هيتم الطعن وممكن المبلغ لا يتخفف لكن في الاول وفي الاخر في فلوس هترجع نادي الزمالك. بص يا عمر الزمالك استفاد من وجود كهربا استفاد مرتين في اتحاد جده في الاعاره تمام كده. هو الزمالك اشترى كهربا اصلا ب6 مليون بس هو من امتى برده؟ لا معلش انا مختلف معاك. هو من امتى الاهلي والزمالك بيحسبوها ماديا؟ لا انا بتكلم احنا بنتكلم على الاستفاده الماديه لنادي الزمالك. انا بتكلم على كهربا والزمالك. انا بتكلم الخساره. انا بتكلم في كهربا خساره فنيه صحي. الخساره خسارة فنيه مش ماديه. انا اتفق معاك. لو جينا النهارده قلنا الاهلي كان عايز يحط كام في رمضان صبحي؟ كان عايز يحط ارقام كبيره سواء على الراتب بتاعه او في لعيبه معينه لا تقدر قيمتهم بالفلوس. طيب وانا هختلف معاكم انتوا الاثنين. هي الخساره انا والله العظيم لا اتفقت ولا اختلفت مع حد. انا ماليش دعوه بلديات يعني مع بعض الله العظيم. الاختلاف يا صديقي مش القصة أو المشكلة مش أزمة مادية ولا فنية عند الناديين. أنا متفق معكم في ده. هي القصة معنوية إنه إزاي لعيب من الزمالك يروح الأهلي وإزاي لعيب من الأهلي يروح. وده السؤال اللي كنت أسأله له إن الزمالك والأهلي شغالين على بعض في الحتة المعنوية. عشان كده الزمالك بعت لهادرسفيلد خطاب عايز يضم فيه لا بس هقول لا بس الخطاب ده من بدري. بس في نقطه في نقطه بتكلم ان الزمالك بيحاول يرد على الاهلي في حته الكهرباء. في نقطه مهمه بس لا ما لا انا اختلف برضو في حاجه. انا اتفق في نقطه ان طبعا في بتبقى صفقات كتير صفقات معنويه او صفقات كتير كيديه زي ما بيقول لو نقول اللفظ المظبوط تبقى لفظ صفقه كيديه. بس انا من وجهه نظري لا كهرباء مش صفقه كيديه. احنا نقعد نتكلم ان كهربا يعني انا مثلا اشوف لو لعيب مثلا في سن 35 سنه لو نتكلم ان احمد فتحي لا ما الاثنين ماشي مش اوكي كيدية بس وفنية. الاساس ايه انا النهارده يعني لما الاهلي يروح يجيب رمضان صبحي مش يعني رمضان صبحي لعيب بقيمه رمضان صبحي هل نقول دي صفقه كيديه؟ لا هل ما انا جاي لك لما نيجي نقول لعيب بقيمه كهربا هل نقول ده صفقه كيديه؟ لما نيجي نقول ايا كان انا بتكلم لو هو مثلا جاي من الزمالك او جاي من نادي منافس انا بتكلم ان في صفقات يعني احنا ماشي ممكن يكون انت مثلا رايح تاخد يعني مثلا هنرجع بالذاكره كده في لعيبه كتير جت من الاهلي للزمالك او العكس وما اتشافتش فممكن نقولها ان هي كيديه. بس هل حسام حسن كان صفقه كيديه؟ لا مثلا لا يعني بس ما بص هي دي ده الموضوع. لا هي شوف النقطه اللي انت قلتها دي هي لب الموضوع.
كل لعيب من اللي انت هتذكرهم اللي راحوا من هنا لهنا ايا كان منين لفين مهلا. هي كل ليه حالته. ساعه لما انت تعالى نرجع بالحاله كده لوقت ما الاهلي جاب كهربا خلاص مهلا. وقت ما الاهلي جاب كهربا من 6 شهور الاهلي كان عنده في المكان ده احسن لعيب في مصر بيلعب في الحته دي مهلا. او تاني احسن لعيب كان يعني افضل لعيب كينو وبعديه رمضان صبحي صح مهلا. وكان كل الخطط المستقبليه لحد اول امبارح انا وانت وعمر وكل الناس اللي بتتفرج علينا ان رمضان صبح هيكمل على الاهلي. لا اختلف معاك. لا لا اختلف معاك ويمكن ممكن عمر يكون عارف المعلومه ديت. الاهلي لا مش دعوه بمعلومات. لا 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 نقطه. لا انا عارف ان انت عارف معلومات من جوه. الاهلي قبل الموسم قبل الموسم ما يخلص قبل الموسم يعني قبل حتى في كهربا هو في اسوء حالاته لما جه لي الاستعاره بتاعت الست شهور الاهلي كان عنده يعني احتماليه كبيره جدا ان كهربا ما يكملش وكان عندهم مخطط لده منه طبعا في اول حاجه التعاقد مع كهربا وبعد كده التعاقد مع طاهر محمد طاهر. طب احنا النهارده هنتكلم ان كهربا رمضان صبحي قعد مع كابتن الخطيب في بيته وقال له انا قاعد في الاهلي مرتين مش مره ومع ذلك الاهلي قبل الانتقالات بكتير جدا تعاقد مع طاهر محمد طاهر. طبعا حاجه ثانيه رمضان لما جه صور الاعلان قبل ما يعلن بيوم مضى ورقه ان هو لاعب محترف النادي الاهلي تمام فده كل ده تمام. بيقول بس إن انا هرد على النقطه بتاعت انه انت عايز تقول لي تقارن الحاله دي مخطط لا ان ده هو معمول يعني في مخطط او مش فني. مخطط اللي هو تصور فني. تصور فني. ان انا النهارده رمضان صبحي ده 50% مش هقول احتمال كبير او احتمال صغير 50% يكمل و50% يمشي لان هو مش لعيب مش على قوتك وانت ما عندكش اوبشن اوبشن تو باي ان انا اشتري بعد انتهاء العقد فاذا احتماليه رحيله او احتماليه بقائه 50-50 فانا عامل حسابي ان انا النهارده كهربا ده لما يمشي انا عندي لعيب مهم جدا اسمه كهربا بحاول اخلصه في فتره الانتقالات بعد كده فتره الانتقالات الجايه عندي لان هعوضه باثنين لعيبه كمان مش لعيب واحد عندي لعيب مهم جدا الاهلي بيحاول يجيبه من ثلاث سنين كمان مش من سنه واحده اسمه طاهر محمد طاهر الاهلي فعلا جابه وجابه حتى في وقت الناس كلها استغربت انت رايح تشتري لعيب ليه دلوقتي ولعيب كان مصاب هو احنا ليه مطلعين اجاي من الحسبه دي لا اقول لك لان اجاي اساسا دلوقتي اجاي كان في الاساس وهو جاي الاهلي كان بيلعب فعلا وينج لا لما كان بيلعب مكانه ده مكانه فهو من ساعه ما جه بيلعب براس حرب وابتدى يتاقلم خلاص على المركز ده وابتدى هو ده مركزه سرعاته ابتدت تقل يعني ابتدى بقى خلاص يعني مقاوماته بقت اقرب للاعيب الفيرود لو السترايكر الصريح او السكند سترايكر ما بقاش يلعب الطرف ده حتى لما لعب برده على الطرف ما لقاش نفسه قوي فهو لا يقول لك طب وليه العب لعيب مثلا ممكن اكون بستفيد منه في اماكن ثانيه وهو مميز جدا جدا في الاماكن الثانيه لما انا احط انا قصدي يا محمد لا هو بيلعبها طبعا ان هو كان بديل يعني 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 لو انت عندك لو انت معتمد على كهربا وما كنتش جبت طاهر يعني مش جبت طاهر ورمضان مكمل معاك وعندك كهرباء وانت جبت كهرباء خلاص انت مش محتاج ان انت تجيب حد تاني انت ليه بقى رحت جبت طاهر هي دي الرؤيه الفنيه اللي انت انا بفهم ان الاهلي جاب طاهر جونيور اجاي بس في نقطه مهمه اتفضل جونيور اجاي مثلا ماشي بس هي جونيور اجاي مثلا يعني انا بقول لك اهو معلومه ان مثلا خلال الفتره الجايه هيبقى في اعتماد على جونيور اجاي في مركز المهاجم فايلر دلوقتي شايف ان عنده مشكله كبيره جدا في مركز راس الحرب هو بس اللي شايف مروان محسن لا ابتدى لا ما هو ادى فرص كلها شايف هو ادى فرص ادى فرص لمروان ادى فرص لالي وبادجي فابتدى خلاص لقى ان الناس دي مش مدياله افضل حاجه فهيبتدي يدخل جونيور اجاي كفيرود صريح لما يدخله كفيرود صريح خلاص طب انت عندك اول فيرود صريح فانت محتاج ان انت يكون عندك تدعيمات والاهلي دايما يعني محتاج دايما يبقى عنده خيارات اكتر ما ينفعش يبقى عندك لعيب واحد ولعيب بديل مش قد كده لا هو بيبقى عايز اثنين لعيبه او ثلاثه لعيبه في نفس المستوى عشان الوقت ما يجريش مننا عايز اسالكم سؤال مهم جدا ليه علاقه برمضان صبحي هل تعاقد النادي الاهلي والسؤال موجه لحضراتكم انتوا الاثنين مع كهربا من بعديها طاهر محمد طاهر هو ده اللي خلى رمضان صبحي يفكر في الرحيل ولا لا بصراحه لا طبعا ولا ليه علاقه خالص ومعلش يعني انا بسال حضرتك السبب لا طبعا السبب طبعا ايه انا معلش انا النادي اجيب اللعيبه اللي انا عايزها في المكان لا عنده كام مدافع عنده 6 مدافعين وبيفكر يجيب مدافع تاني صح يجي بقى المدافع اللي موجود يقول لك لا انا همشي ده كده معناها ان الاهلي بيقول لي ان انت تمشي لا طبعا انا كنادي ليا رؤيه فنيه اجيب اللي انا عايزه طب اوكي هفرض ان كلامك مظبوط طب الاهلي لو هو شايف كده دخل تفاوض ليه على دم رمضان وبعت لي عرض رسمي لهيدرسفيلد بالظبط وقعد ليه مع رمضان فقعده واثنين وثلاثه وتقعدوا وعايزينك بدل هو في الاساس بيحاول يجيب له بديل او مش عايزه طبعا لا ده مش السبب الاهلي جاب كهربا وجاب طاهر محمد طاهر لان هو عنده يعني احتمال كبير جدا ان رمضان ما يكملش وحتى لو كمل ولعيب زي كهربا ده بيقدر يلعب فروت صريح بيقدر يلعب سكند سترايكر لعيب زي طاهر محمد طاهر برده لعيب قوي ومستقبل ولعيب صغير في السن ايه المشكله لما اجيب لعيب تاني ده مش السبب رمضان صبحي رحل بسبب الخلاف في المقابل السنوي لي السالري بتاعه السنوي راجل هياخد مليون دولار في الاهلي اتعرض عليه اقصى حاجه هو طلب في الاول طلب المساواه بعلي معلول علي معلول هو اعلى راتب في النادي الاهلي علي معلول في اول سنه بياخد مليون دولار هو طلب المساواه مليون و200 تقريبا هو طلب المساواه بعلي معلول يا جماعه انا عشان اكمل اتساوى بعلي معلول الاهلي على فكره عشان يوافق على خطوه زي دي خد وقت لان انا النهارده عندي فئه اولى 11 مليون جنيه
فيها محمد شناوي وفيها وليد سليمان، فيها لعيبه مهمه. هو رمضان صبحي مش هو اللي بيكسب الاهلي بس، في لعيبه تانية كتير مهمه. حسين الشحات معاهم؟ لا حسين الشحات مش فيها. مش فيها اولى؟ لا مش فيها اولى بجد والله. ما خدتش الرقم ده والله. انا بقول لك معلومه اسمع مني انت. خلاص خبر خبر مهم وحلو. المهم فانا بكلمك ان انت النهارده الفئه الاولى عشان الاهلي يبتدي لعيب بياخد يعني الفئه الاولى بياخدوا 11 مليون عشان يدي لعيب عنده، عشان يدي لعيب عنده تقريبا ضعف الرقم. فكر يعني فكر صعب يعني. انا النهارده عشان هيوافق على حاجه زي كده الموضوع مش سهل، ومع ذلك عشان هم متمسكين برمضان وعشان هم مصرين عليه وافقوا باي طريقه بقى كانت. هيمشوها ازاي؟ اللي هم بقى هيبقى في فلوس بقى معينه، اعلانات زي الاعلان مثلا بتاع تايجر ايا كان، او الاعلان شركه البطاطس ايا كان. بس المهم ان هو ايه، كان في حاجات معينه هيوصل خلاص راتبه زي علي معلول. تمام. بعد كده طبعا كان خلاص الاتفاق على كده. بعد كده حصل جاله عروض من بره، بعد كده جاله عرض بيراميدز مؤخرا هياخد مليون دولار، هياخد بيراميدز 2 مليون يورو. يعني بنتكلم تقريبا بدل 15 مليون جنيه بنتكلم في حوالي 40 هياخد مثلا في احنا قلنا في 3 سنين هياخد 100 مليون. لا انا بتكلم في السنه عشان بس سهل على الناس. هو هياخد مليون و650 او مليون 700 في الموسم الواحد مع بيراميدز. لو جينا قسمناهم ال 3 سنين على 100 مليون فيهم 33 ونص، فاحنا بنتكلم في دبل او دبل وشويه. اه يعني انت بتتكلم في دبل، فهو حسبها حسبه ماديه بحته. وانا انا بس من المكان ده برضو انا قصتي مع رمضان يعني برضو عشان يعني انا رمضان على فكره صديق، وانا لعيب وبحبه جدا على فكره كلاعب كوره طبعا صديق، وعلاقتنا بيه قريبه جدا. وانا ما عنديش على فكره مشكله في رمضان في قصه رحيله، لان رمضان هي مشكلته الوحيده رحيله لنادي مصر. على فكره رمضان صبحي لو كان قال انا راجع الاحتراف، لو قال انا راجع لو رايح تركيا، لو رايح انجلترا، ما كانش حد يزعل منه خالص على فكره. وانا كمان بقى مشكلتي كمان مش ان هو راح نادي مصر، ده عادي. بدل من وجهه بالنسبه للاهلاويه، بدل ما رحتش الزمالك بالتحديد فانت خلاص مفيش مشكله كبيره قوي. بس هي المشكله ان هو قعد مع كابتن الخطيب مره واثنين وقال ان هو موافق، فالاهلي ابتدى يحط سيستم على ده. بعد كده هو تراجع. انا من وجهه نظري ان عرض بيراميدز جاله متاخر، يعني عرض بيراميدز لو كان جاله من الاول خالص اعتقد ان هو ما كانش ادى الموافقه دي. فكره ان هو ادى الموافقه وبعد كده تراجع هو ده اللي عمل مشكله، وده اللي خلى فيه مماطله في الموضوع ده. من وجهه نظري ده الخطا اللي وقع فيه رمضان. بس فكره الكوره احنا احتراف، معلش، ولا بقى في حاجه اسمها ابن النادي دلوقتي، ولا في حاجه اسمها الكيان. ونجيب كده الاعلان بتاع الاهلي ونشوف اللي هو الاهلي كان عامله، ونشوف اللعيبه اللي كانت عامله الاعلان، كلهم بره النادي. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه تحسب كده دلوقتي في الكوره، بدل الاحتراف. احنا دلوقتي في زمن الاحتراف، فاللي هيقول غير كده يبقى بيضحك على نفسه. بس انا اتضايق امتى منك؟ اتضايق لما تخدعني، اتضايق لما تقول حاجه وتتراجع فيها، ده اللي ضايقني منك. بس انا ما اتضايقش منك ان انت تروح نادي تاني. طب يلا نتخانق. طب ممكن اسالك سؤال؟ هل هو بيراميدز وبابا نويل الكره المصريه على راي كابتن نيمي الشربيني ربنا يمسيه بالخير للاعيبه الكره دلوقتي لما يجي لك نادي بيراميدز بابا نويل معاه الهدايا معاه الفلوس يلا انت هتوافق موافق معاك نمضي ونتوكل على الله؟ طيب هل بيراميدز هو كده دلوقتي؟ اه طبعا. ما يعني لو بيراميدز جه لاي لاعب هيقول له حاضر؟ لا، بتختلف بقى هنا العقليه بتاعت اللاعب، وده اللي هنتكلم فيه، اللي هنتخانق فيه انا ومحمد. يلا اتخانق معايا انا وانت معايا. يلا لا لا انا هتفرج انا هتفرج عليكم. بص يا باشا، ابنك اللي من صلبك لما تدلعه دلع مرق يعمل فيك اكتر من كده. الاهلي اتعامل مع رمضان حتى بالتفاصيل اللي ذكرها محمد اللي منها حاجات كتيره ناس ما تعرفهاش، الجمهور ما يعرفهاش، ده اسمه دلع. انا عايز فيها اولى، انت عملت ايه عشان تاخد فيها اولى؟ حسين الشحات اللي ضحى بكل حاجه عشان يجي النادي الاهلي وبياخد فيها تاني وراضي وما بيتكلمش. وليد سليمان اللي كسب الاهلي 100,000 مره ما بيتكلمش. محمد الشناوي احسن جون في مصر باعتراف اي حد ما بيتكلمش. حضرتك بتتامر على ايه؟ بتتنطط ليه؟ حضرتك انت كنت مبطل كوره بره في انجلترا وانا جبتك فوقتك. يا جماعه ما احنا مشكلتنا هنا ان احنا بنتكلم يعني كل الناس بتتكلم بالراحه وبعقلانيه. لا، في امور لازم تتحسم خلاص، زي ما نادي الاهلي عمل. وانا عاجبني موقف الاهلي انه طلع بيان حاد وقال اللعيب قال كذا كذا، وين كان البيان ده متاخر والكلام اللي عمله النادي الاهلي ده متاخر، لان النادي الاهلي هو اللي طمع الولد من الاول. خلاص انت عايز ايه؟ اتفضل امشي، شكرا، ما عنديش تاني. والنادي الاهلي طول عمره يعني جمهوره اتصدم الصدمه دي، لانه طول عمره متعود ان النادي الاهلي ما عندوش زي ما بيقولوا كده في الكوره ما فيش حد اكبر منه. ده حكايه متفقين مش مختلفين، صح كده؟ متفقين. اه طبعا. لا ما هو ده كلام صح. فنيجي النقطه بقى بتاعت ابن النادي اللي احنا هنتخانق فيها النهارده، ومن بعد الهزيمه بتاعت برشلونه والفضيحه اللي اتعملت مع قدام بايرن ميونخ، الاسم المطروح لتدريب برشلونه مين؟ بلاش تضغط عليا في الموضوع ده عشان خاطر الدمع فرق من عينيا. معلش بلاش. مين الاسم المطروح، اكبر اسم مطروح لتدريب برشلونه؟ بوتشينيو، صح؟ يا ريت والله. شوف حضرتك قلت ايه، وكل الصحف وميرور وكل الصحف الاجنبيه بتتكلم ان الراجل ده
هو رقم واحد اللي كانوا عايزين يرشحوا ساري. الراجل طلع قال ايه من شويه؟ اه ساري يعني ما تجيبوش. قال ايه الراجل؟ طب قول لي الراجل قال ايه؟ الراجل قال ايه؟ قال ناديين في العالم مستحيل ادربهم، برشلونه وارسنال. ليه؟ مبادئ. لا. برشلونه علشان خاطر ختافي صح كده؟ عشان اسبانيول. اسبانيول عفوا، و هو كان لاعب في اسبانيول. واسبانيول وبرشلونه هو العداء يعني، واخد بالك؟ والارسنال عشان هو كان توتنهام، هما الاثنين لندن برضو وديربي شد شمال لندن. راجل اجنبي ومش بلده، ده راجل ارجنتيني يعني مش يجي برشلونه، ده المهم. مش اي علاقه خالص باي حاجه، لكن في حته انتماء. الانتماء مش عكس الاحتراف. الانتماء مش اه دور على مصلحتك اوكي، بس ايه مصلحتك يا استاذ رمضان؟ انا بس انا والله العظيم انا لا ناقه لي ولا جمل في الموضوع، بس انا اللي مضايقني انه حد بيتعمل له كل حاجه وشاب في السن ده ويقول لك لا انا امن مستقبلي. يا عم الناس انت بتكلم في ايه يا عم؟ ما تجننوناش. اهم حاجه انت مامن مستقبلك. اه بالطريقه دي انا نفسي اروح. انت مامن مستقبلك. مش عارف بيراميدز هو برضه عايزين صحفيين. هي برضه في حاجه، في نقطه. انت النهارده القصه مثلا بتاعت بوتشينو، يعني هي القصه في ايه؟ ان انت النهارده مدرب دوت هو عنده مشكله مع نادي. النهارده مثلا لو جينا قلنا في مصر مين النادي اللي عندك مشكله ان لعيب في الاهلي يروح؟ الزمالك. اه هتلاقي لك مش الزمالك. هتلاقي لك لا مش هروح الزمالك، اروح بيراميدز. بالنسبه لهم بيراميدز ليه؟ ما اروحش بيراميدز ليه؟ بيراميدز النادي بيدفع. لا يا محمد انا اقول لك بس ده بيراميدز دلوقتي يعني معلش. لا 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 بيراميدز مفيش خلاف. لا يا لا لا ازاي بس؟ لا 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 استنى بس استنى. لا معلش معلش ما هو سيبك. طب انا اقول لك بس اقول لك على حاجه. لا 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 ده انا اقول لك بالرسميات. لا لا دقيقه بس ده انا اقول لك بالرسميات. اتفضل. محمد دي قفشه ده الاهلي جابه منين؟ من بيراميدز. من بيراميدز. انت تعرف ان في اتفاق بين الاهلي وبيراميدز على طار ان افساد صفقه طاهر محمد طاهر، ان بيراميدز ينسحب من صفقه طاهر في سبيل ان في لعيب مهم في الصيف يا ريس. انا مش مختلف معاك. لا كلام مظبوط. طيب اذا يبقى انا بتعامل مع نادي. ده بيحصل مع الزمالك. لا يا قلبي سامعش انا بس عشان اوضح الصوره بس. لا لا ما اوضح لك الصوره، اوضح رؤيه من اولي. الاهلي بيحصل بينه وبين الزمالك ده؟ يعني هل الاهلي النهارده بيروح يبيع لعيبه؟ لا 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 لا. هل بيحصل عكس؟ لا ما بيحصلش. اذا يبقى النادي اللي فيه خلاف او مش خلاف، مش هنقول خلاف، ان هم ناديين كبار. انا مش هبيع لعيبتي ليك ولا انت بيع لعيبتي ليك. ده دلوقتي مازيمبي نادي زي مازيمبي مثلا يقول لك مش هبيع لعيبتي الاهلي والزمالك. الاهلي بالتحديد يقول لك ده منافس بتاع افريقيا. كويس. طيب انا النهارده اهلي نادي قوي وانا الزمالك نادي قوي. نادي ده بينافس على بطوله الدوري، ده بينافس على بطوله الدوري، ده بينافس على افريقيا، ده بينافس على افريقيا. مش هدي لعيبتي للزمالك او العكس. تمام. اذا مين النادي اللي المرفوض ان حد ينتقل له؟ الزمالك. الزمالك. اذا بيراميدز خارج القصه دي. طبعاً. ولو كان في خلاف قبل كده اللي خلص. اللي انت مفيش خلاف دلوقتي. انا مش مختلف عليه. تمام. مأمن عليه بال 18 بال 20. طب انت ايه خلافك مع الرئيس اللي محمد بيتكلم عليه؟ علاقات ادارات زي العلاقات الدبلوماسيه، بلدين متخانقين في بعض. اه بس أسألك سؤال. السفير عندك مش ممكن تكون اداره نادي بيراميدز عايزه تحقق دوري السنه الجايه فبتحاول تعمل كل حاجه علشان تعمله؟ بيراميدز مش غلطان يا جماعه. طيب انا مش بغلط بيراميدز. فين طب المشكله؟ المشكله انا قلت لك المشكله في خلاصتها كلها ان انت ابنك دلعته دلع مرق فلازم يعمل فيك كده وده طبيعي. طب انا لا وفي لعيبه. لا في حاجه بس ماشي. في لعيبه انا هقول لك بس الموضوع برضو دلوقتي معلش صعب. انا النهارده يعني انت بتقول بيراميدز مش غلطان. لا بيراميدز غلطان. هو في حاجه اسمها برضو يعني عقل في الشره بتاع اللعيبه مش كده يعني. انا النهارده مثلا انت بتيجي تقول ان رمضان ده ما عملش حاجه معاك. اديك انت اللي بتقول اهو ما عملش حاجه وما سواش حاجه. صحيح. طب انا رايح النهارده اروح مديله 100 مليون جنيه؟ لا هرد عليك انا ده برضو انت كده بتكسر ايه؟ بتكسر الاسعار باي شكل يا محمد. هرد عليك رد كان اتقمص دور مجلس اداره بيراميدز. انا مش عارفين هو مين بس انا اتقمص دورهم واقول لك لعيب صغير وعنده اولمبياد جايه وممكن يطلع من بره. انا ارد عليك الاولمبياد دي. الاولمبياد دي بطوله مش معترف بيها اصلا بالنسبه للعيبه الجامده. لا يعني فرنسا إيه؟ وانت غيره يعني إيه؟ يعني محمد صلاح مش داخل. لا ازاي؟ طب لعب نظيف. لعب نظيف ايه علي؟ الاولمبياد لا ممكن ما ينفعش يا ريس. لعب نظيف مش مش لعب نظيف للدرجه دي. ما فيش الكلام ده. لو عندنا هنا بيطبق الكلام ده انا امن. وكان الكلام ده كله هو في لعيب في مصر يسوى 5 مليون جنيه بس عايز اقول لك يا علي. طيب وفين اللعب النظيف دي بطوله يعني مثلا ليفربول ممكن ما فيش يديك محمد صلاح يعني انت بتتكلم على. انا فاهم يا عمر. فاهم قصدي. بس في هي فرصه للاعيب مش بطوله ليا انا كنادي كبير. انا مش على البطوله. انا مش على البطوله. انا مش مهم يعني. هو لازم هو انت ضامن ان منتخب مصر هياخد البطوله؟ لو رمضان راح مثلا ام بي واخد 100 مليون الجمهور الاهلي هيزعل؟ لا 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 جمهور الاهلي. بص جمهور الاهلي ايوه هيزعل طبعا. جمهور طب الاهلي هي هي. لا لا يا ريس جمهور الاهلي زعل مش عشان رمضان صبحي راح بيراميدز بس. ما هو زي ما عراقي قال لك عشم الناس وبعد كده مشي. طيب انا قلت لك وانا قلت لك برضو الدلع المرق اللي انت عملته في الاول. خلينا نتكلم. وان انا قلت ماشي بلاش. وان انا قلت ان رمضان قاعد وانا عملت كل حاجه وبعت فاكسات مره واثنين وثلاثه وقعدت مع الراجل ورئيس النادي قعد معاه
وكل اللي هو عايزه طلبات فيها اولى حاضر، طلبات مش عارف ايه حاضر. اعمل اعلان حاضر. طب انت عايز ايه تاني؟ ما انت عايز ايه تاني؟ فالجمهور شاف ان واحد انت بتديله كل حاجه، النادي مديله كل حاجه، والنادي رجعه من كان مبطل خلاص وقاعد في انجلترا دكه، رجعه الاهلي تاني فوقه وخلاه رجع زي ما كان رمضان صبحي قيمه وقامه فنيه محترمه 100 100. وبعدين فجاه لا مش عايز. طب مش عايز ليه؟ المبرر اللي هو طلع بيه اللعيب عايز ليه؟ ليه سبب يا ريس؟ النهارده معروض عليا 40 مليون زياده، 40 مليون هاخد 100 مليون يا محمد. ازاي محمد ازاي مش هفكر؟ طب انا اوكي اوكي انا على فكره انا مش بقول ان هو انا بتكلم في موضوع مغري جدا ماشي. والنهارده كان مغري انا وانت بنتقمص ادوار اللي قال انت بتتكلم في 40 مليون و50 مليون كابتن احمد فتحي احنا بنتكلم في 6 7 مليون يا ريس يا ريس. طب طب ايه الفايده ان انا اخد 40 مليون زياده ولا 50 مليون زياده اسالك وبعد ما بعد يعني سوري يا عمر اكمل وبعد ما بطل سنه 2 3 ما هو رمضان ده هيبطل بعد 10 سنين يعني ربنا يديله الصحه في الملاعب وكل حاجه بس في لا وقت حسابات معلش انا ممكن يكون حساباتي معلش ممكن يجي له وقت انا ممكن اجي يا عم انا عندي 100 مليون في البنك ولا 150 مليون في البنك اقعد ملك بعد كده مش عايز اشتغل مش عايز العب مش عايز العب مش عايز العب اوكي مش عايز العب بعد ما بطل اعمل ايه هعمل ايه هبطل اقعد في بيت اعمل ايه اشتري نادي والعب فيه عادي خالص لا على فكره لا على فكره بص كل واحد ليه فكره كل واحد ليه فكره ده بقول لك على حاجه عبد الله السعيد عبد الله السعيد كل واحد ليه فكره يا راجل انت مالك عبد الله السعيد الجمهور بيتباع كده الجمهور بيتباع كده ايوه حلو احنا مش مختلفين بس انا بتكلم ان المشكله عشان بس هو فاهم وجهه نظر هل انا مش مغلط رمضان لا مغلط رمضان في حاجات كتير انا مش مغلطه بس انا بكلمك ان ممكن الغلط الاكبر يبقى على نادي زي نادي بيراميدز انا النهارده لعيب مثلا يساوي رقم معين بضرب رقمه في 50 ضعف كويس تمام ده حاجه غريبه هو ده اللي بيقول لك اللي انا بقوله حاجه صعبه ان العلاقات اللي بين الادارتين ممكن اي لعيب النهارده لو جينا مثلا قلنا الاهلي فيه 30 لعيب تمام وقلنا الزمالك فيه 30 لعيب كويس تمام كام لعيب يعني قلنا 60 لعيبه هم اللي هم اميز او اهم لعيبه في مصر كويس كام لعيب من 60 لعيب دول لو تعرض عليه ضعف السالري بتاعه في 3 سنين في نادي غير بره الاهلي والزمالك هيروح وكام لعيب مش هيروح لا لا بالعقليات اللي احنا شايفينها دي كام لا قول لي قول لي قول لي نسبه قول لي نسبه من 60 كم من 60 ده هيروح وكم من 60 مش هيروح 80% هيروح طب انا بقول لك لا انا بقول لك مثلا هيروح اقل حاجه 58 ماشي والله العظيم ابارك طيب ممكن اسالكم سؤال تعليق حضراتكم على بيان الكابتن شريف اكرامي على موضوع رمضان وموضوع الاهلي بشكل عام كده علشان بس الوقت ما يجريش ماله. مني شريف ماله بالموضوع انا بسال كابتن لا لا لا. شريف اكرامي النهارده شريف اكرامي ملوش دعوه طيب حلو ليه طب النهارده شريف كابتن شريف اكرامي طلع بيان على تويتر وبيتكلم فيه مع الجمهور بشفافيه وبيعرض فيه كل وجهات نظره شريف عايز اعرف تعليق حضراتكم على شريف اكرامي شريف اكرامي شريف اكرامي راجل راجل اخو مرات كابتن رمضان صبحي صح واكيد علاقته قويه واكيد صحاب واكيد بيتكلموا مع بعض بس هل هو اللي بياخد له قراراته؟ لا مش هو اللي بياخد له قراراته لا طبعا فانا النهارده اجي اقول ان اكرامي هو اللي حرض رمضان ليه ورمضان ده مع احترامي يعني عيل في ابتدائي يعني ده الاتهام اللي جاي لكابتن شريف يعني ايه اللي جاي لكابتن شريف كلام غير منطقي ولا النهارده لو انا لو انا كابتن شريف اكرامي عمل كده مع رمضان ورمضان سمع كلامه يعني راح بيراميدز لمجرد ان كابتن اكرامي بيقول له روح احنا كده قدام كارثه ولا كابتن اكرامي لو لا رمضان لو رمضان سمع كلام اكرامي اقصد كابتن شريف اكرامي لو رمضان سمع كابتن كلام كابتن شريف اكرامي وراح هو خد الكلام وراح على بيراميدز يبقى احنا كده بقى مش قدام عقليه لعيب بقى اساسا ده احنا كده يعني حد بيتحرك مش حاجه اسمها كده طبعا القرار قرار مين رمضان صبحي ما نيجي لما نيجي نلوم بقى شريف على قراراته هو النهارده لما خرج من النادي وما اتفقش مع لجنه التخطيط ما حدش اتكلم معاه والراجل قال ان هو خرج من باب الكبير وكل حاجه انا شايف ان هو ما عندوش اي مشكله تمام. ممكن الناس بقى في بيانه بيقولوا ان هو مثلا ايه لاموا عليه دي النقطه الاهم بقى في اللوم على شريف اكرامي من وجهه نظري ان هم لاموا قالوا له ان هو الاهلي كان محتاجه في وقت من الاوقات وهو قال انا كنتش حابب ان هو يرجع لو جيت سالت كل لعيبه الكوره مش سيبك من كابتن شريف اكرامي كلم لعيبه الكوره الاهلاويه انت استضفت معاك النهارده 50 ولا 60 ولا 70 واحد اهلاوي ضيف اهلاوي لعيب قديم كم واحد منهم قال لك اتمنى استمرار رمضان في الاحتراف كلهم طب. هل دول مش اهلاويه لا اهلاويه على فكره انا ممكن تيجي تقول لي النهارده ايه لا الافضل ان رمضان يحترف الافضل ان رمضان اللي عشان منتخب مصر وعشان هو وعشان مصلحته هو وعشان 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 فده لوم يعني في يعني نبره تعصب شديده جدا انا النهارده من وجهه نظري شايف لا طبعا عادي انا النهارده شايف اقول لك الاهلي بقى محتاجك ومش محتاجك دي تختلف من شخصيه لثانيه انا ممكن اكون الاهلي محتاجني في الفتره دي فاجي الفتره دي بس انا هدفي الاساسي ايه هو ان انا هو ممكن يكون الكلام بس يعني هو ايه ما وضحوش بالشكل الطبيعي بس انا اعتقد لو جينا قلنا الكابتن شريف اكرامي النهارده الاهلي محتاج رمضان 6 شهور هيقول له لا ما ترجعش لا هيقول له ارجع بدليل انه رجع هو لو كابتن شريف اكرامي كان رافض ان رمضان يرجع
كان يقدر ان هو ما يرجعوش. صح بالظبط. هو هو محمد لخص لك الكلام بحكم الصداقه وبحكم العلاقه. لا لو احنا لو زي ما لو مشينا يا عمر مع الجمهور وقلنا ان شريف اكرامي هو اللي اقنع رمضان صبحي انه يروح بيراميدز، طب هو ليه ما اقنعوش من الاول انه ما يرجعش؟ انه صح مظبوط خلاص. يبقى معنى كده اذا هو قرار رمضان، اذا هو قرار رمضان وهو يتحمل مسؤوليته كامله. قرار رمضان. بالنسبه لبيان شريف، شريف الراجل طالع لانه للاسف الشديد الوسط الرياضي في مصر دلوقتي كله بيتحرك بالسوشيال ميديا. صح. والسوشيال ميديا يعني اغلبه طيب. شباب صغير لسه. طب معلش العصبيه والبتاع مش قرار الغرامه اللي الاهلي وقع على الشريف، هل انت مع القرار ان 500000؟ لا القرار مش رسمي. لا ما فيهوش حاجه، مفيش قرار رسمي كده خالص. اولا موضوع التدريب بس، موضوع تدريب كابتن شريف اكرامي ده بالاتفاق مع فايلر و وسادة الحرس. كان موجود امبارح. هو موجود. لا بالاتفاق ان هو ما يبقاش متواجد، ان هو ما يخرج من قائمه الماتشات، ده بالاتفاق مفيش اي غرامه عليه كده. ان هو طلع في السوشيال ميديا مفيش حاجه نزلت على الموقع الرسمي الاهلي او الاهلي ما اعلنش. وكل دي اجتهادات. كل دي اجتهادات طبعا. لكن مفيش حاجه رسميه لحد دلوقتي. مفيش خبر رسمي نزل. وانا هقول لك وازود لك بقى ان لو القرار ده اتاخد ده يعيب النادي الاهلي. ليه؟ لانه كده انا واحد من الناس ناقد هقول له ان انت بتاكل بمكيالين. لان كهربا طلع امبارح واتكلم على مشكلته في السوشيال ميديا، فازاي حضرتك ما طلعتوش قرار ولا ده عشان ده معاك وده خلاص مشي؟ لا صحيح، دي برضه وجهه نظر. لازم المبدا يبقى واحد. صح. اللي هيطلع يتكلم يتعاقب، ودي مشكله بس موجوده. احنا نتكلم ان الاهلي ما عاقبش. مفيش حاجه، مفيش حاجه رسميه. اوكي انا بقول لك لا، احنا بنقول لو كان في حاجه يبقى كده. كل الكلام اللي بيتقال عن الكابتن شريف اكرام يتغرب 500000 جنيه الكلام ده عاري تماما من الصحه. يعني انا كان نفسي اطول معاكم اكتر من كده، بس عايزك في النهايه تقول، يعني عايزك تقول حاجه او تقول كلمه او تتمنى ايه للكره المصريه الفتره اللي جايه او الرياضه بشكل عام. لا انا بس في قصه رمضان، يعني بس انت يمكن انت انفردت بمستند ارسال العرض بتاع رمضان صبحي من بدري جدا. الاهلي في قصه رمضان وانا شاهد ده بحكم شغلي وشفته، الاهلي ما تاخرش نهائي. الاهلي من شهر، يعني من شهر ابريل تقريبا وهو بيفاوض هيدزفيلد سواء لشراء رمضان بشكل نهائي او لمد الاعاره، وكان في مماطله كبيره من هيدزفيلد او تاخير لحد ما هم لقوا ان ده الوقت المناسب عشان يجبروا الاهلي ان هو يدفع الفلوس، لان هو محتاج ان هو يمد الاعاره، فدخلوا بقوه في الوقت ده وقالوا لا لازم تشتري او تخلص الموضوع. فالاهلي لا من بدري جدا يعني مخلص القصه ديت. انا بس برده في نقطه بس مهمه، قصه رحيل اللعيبه الكبار هي قصه مش قصه ان اتفاقات او قصه كده، قصه ان في ملفات معينه لازم تروح للناس معينه. بالظبط. في ناس علاقتها وحشه باللعيبه، ما ينفعش تديهم ملفات هم ممكن يكونوا هم مش قادرين عليه. او ملفات، يعني انا النهارده عندي خلاف مع عمر، ما يخليش عمر هو اللي يجي يتفق معايا على مثلا التجديد في القناه. ما عندي خلاف مع علي، ما يخليش علي اروح اشتغل معاه في الجورنال. يعني في نقطه لازم اداره الاهلي تراعيها في قصه ان انا النهارده حسام عاشور عنده مشكله مع كابتن سيد حفيظ، محمد شناوي كان عنده مشكله مع سيد حفيظ التجديد، احمد فتحي عنده مشكله كبيره مع سيد حفيظ، تمام، رمضان صبحي عنده مشكله كبيره مع سيد حفيظ، عبد الله السعيد عنده مشكله كبيره مع سيد حفيظ. طب انا بعيدا بقى عن شغل كابتن سيد حفيظ اذا كان كويس او وحش، انا ما بتكلمش دلوقتي، ما بقيموش. اداره الاهلي اعتقد ان هي قادره ان هي تقيمه. انا بتكلم النهارده في حد عنده مشكله مع اللعيبه، ما ينفعش اديله ملفات يديرها مع اللعيبه. اشكرك محمد، شكرا جزيلا على وجودك معايا، استمتعت بيك جدا. يعني كان نفسنا نكمل. استاذ علي نصير بشكرك شكرا جزيلا حبيبي، توفيق دايما ان شاء الله. حبيبي يا دبلي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بكره نشوفكم على خير في حلقه جديده. تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.